بنفش زهرة. تمام. يا باشمهندس، وانا لغيت الانوتيشن اللي ممكن الناس تحطها دي، بس في خط لسه موجود. بص حضرتك في الانوتيشن فوق في حاجة اسمها ريس، حضرتك تقدر تمسحي بيه الخط دوت. تمام. انا لاغي ان حد يعمل انوتيشن غير اللي مشير الشاشة، تمام؟ فان شاء الله حد يقدر يعرف اي حاجة بعد كده خالص. انا برضو لغيتها من عندي. تمام. تمام. ايه، طيب نبدأ. إن شاء الله، شكرا لحضرتك. تمام. طيب، احنا النهارده المحاضره كلها باذن الله ولغايه اخر الكورس هتبقى كلها عملي. فاحنا طبعا احنا كنا عاملين في الايفنت ان احنا مطالبين ان احنا لازم يبقى على الجهاز بتاعنا برنامج ارك جي اس، يعني بس ايه، يا ريت الكل يبقى جاهز، بس نفتح برنامج الارك جي اس معاه عشان هنبتدي نشتغل عليه شويه بشويه. بالنسبة للشغل طبعا، عشان الشغل العملي ما ينفعش نخلي الأسئلة كلها تبقى آخر المحاضرة، لأن طبعا هيتراكم علينا الشرح. فاحنا شوية بشوية، كل ما نقول كام خطوة كده، هنسيب مثلا 10 دقايق أو حاجة الناس تبتدي تجرب نفس التمرين اللي احنا عملناه مع بعض، كل واحد على جهازه. لو بقى وقت في الآخر خالص، هنخلي الوقت ده للأسئلة. الأسئلة بقى ابتداء من النهاردة هتكون عن الدرس اللي احنا شغالين فيه، بس مش زي المرة اللي فاتت كده. احنا عشان المرة اللي فاتت دي كانت مناقشة عامة كده، فاحنا كنا بنتكلم في كل الموضوعات، بس من النهاردة ايه، يا ريت نخلي الأسئلة الأول عن الدرس اللي احنا نشرح عليه بس، ولو اتبقى وقت طبعا بقى نبتدي نفتحها لأي سؤال عام. تمام كده. طيب، هنبدأ الأول كده في العملي. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت إن إحنا عندنا كده ملف اسمه MXD. الملف الـ MXD دوت هو الدوكمنت الخاص أو اللي بيخرجه برنامج الـ ArcMap. إحنا اتفقنا إن برنامج الـ ArcGIS فيه أكثر من انترفيس، من ضمنهم برنامج الـ ArcMap. تمام. فالـ MXD ده الملف اللي بيخرجه أو الملف اللي بيحفظ عن طريق برنامج الـ ArcMap. تمام. احنا كده فاتحين معانا الارك ماب وفاتحين دوكيمنت ل ام اكس دي اسمه انتروداكشن. تمام. طيب، الاول الام اكس دي ده فايدته ايه؟ فايدته احنا قلنا ان الارك ماب دوت من احد الوظائف بتاعته ان هو بيعمل ديسبلاي للداتا. خلاص، عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الام اكس دي دوت. تمام كده. طيب، الام اكس دي ده بيحفظ ايه؟ يهمنا بس نبقى عارفين ان هو بيحفظ السيمبولجي. سيمبولجي بقى اللي هي الالوان اللي احنا اظهرنا بيها الداتا. تمام. طيب، ليه بنقول ان الارك ماب هو اللي بيحفظ السيمبولجي؟ لان الالوان دي مش بتتخزن على الداتا بيز نفسها. الداتا بيز بتحفظ الداتا اللي هي ايه، اللي هي الرسم، واللي هي البيانات الوصفيه اللي موجوده في الاتريبيوت تيبل، بس هو ده اللي بيتخزن على الداتا بيز. طيب، الحاجات الخاصه بالسيمبولجي لا، اللي بيحفظها هو الام اكس اي دوت. يعني معنى ان احنا لو عملنا سيف للام اكس دي دوت، يبقى معناها ان انا عايز اخزن الديسبلاي بتاع الداتا ده بالالوان او بالسيمبولجي اللي احنا ظابطينه عليها. تمام. طيب، لو جينا بس، يعني احنا مش عايزين بس نطول في الحته دي عشان احنا عندنا درس تاني هيبقى اهم من الكلام ده.
تمام. احنا عايزين بس نعرف دلوقتي احنا عملنا ازاي الام اكس اي دوت. الموضوع ببساطة ان احنا نفتح برنامج الارك ماب. خلاص، يبقى اول خطوة ان احنا بنفتح برنامج الارك ماب. طيب لو انا هنزل الداتا لاول مرة يبقى انا بستخدم حاجة اسمها اد داتا. طب لو انا بفتح ام اكس دي اوريدي كان معمول يبقى انا بعمل حاجة اسمها اوبن. يبقى انا دلوقتي اول ما بفتح الارك ماب لاول مره خالص بعمل حاجه من الاثنين، يا اما انا بفتح ام اكس دي كان معمول مسبقا فساعتها انا هفتحه عن طريق اوبن واروح اعمل براوزنج على الام اكس دي اللي انا كنت عامله زي ما انا عملت كده دلوقتي، وكده هو هيفتح لي الدوكمنت ام اكس دي كان معمول مسبقا. هيحفظه ايه؟ هيحفظه بنفس البيانات اللي انا كنت عملت لها اد فيه وبنفس السيتنج بتاع السيمبولوجي اللي انا حافظ بيه الدوكيمنت ده. خلاص خلاص، يبقى كده هو فتح لي ام اكس دي مسبقا كان معمول واحنا كنا عاملينه حفظ. طيب ايه الاوبشن التاني؟ انا دلوقتي هعمل نيو اللي هو هرجع تاني كاني فتحت برنامج الارك ماب لاول مره. خلاص، ايه الاوبشن التاني بقى؟ الاوبشن التاني ان احنا هنعمل اد داتا وهروح اعمل براوزنج على مكان الداتابيز اللي احنا كنا اللي انا عايزه استعرض بينها البيانات. خلاص، احنا المفروض ان الداتابيز بتاعت ايجيبت بيز مام دي كنا يعني حطيناها في الميتنج المره اللي فاتت على اساس ان انتوا تعملوا لها سيف عندكم في الكمبيوتر عشان نستخدمها المره دي. فياريت برضو دكتورة معلش بس الشاشة بقطع الشاشه بقطع. اللي ظهر أركيميب مش ظاهر على الـ سوري، اوكي. تقريبا حضرتك تكون عامل شير للبرنامج انا عامله شير للتاني مش للجديد. خلاص، طب اقول من اول اوبن برضو. لا مفيش مشكلة دكتورة مع حضرتك تمام. طيب احنا دلوقتي فاتحين كده الارك ماب نيو ارك ماب جديد. خلاص، الاوبشن التاني زي ما اتفقنا ان احنا هنعمل اد داتا. خلاص، المفروض يكون معانا الداتا بيز دي اللي هي اسمها ايجيبت بيز ماب عشان هو ده التمرين اللي هنشتغل عليه النهارده. فاللي ما كانش عامل لها سيف على الجهاز عنده من المره اللي فاتت يا ريت يعمل لها سيف عشان ده التمرين اللي هنطبق عليه. خلاص، فانا كده بفتح الداتابيز دي لاول مره. فهبتدي افتح الداتابيز، اهي دي الداتابيز، هعمل لها دبل كليك. بعدين هفتح حاجه اسمها فيتشر داتا سيت، هعمل لها دبل كليك وهبتدي ادخل كده. احنا بنستعرض اللايرز او الفيتشر كلاسز الموجوده قدامنا. طيب هبتدي انزلهم ازاي؟ هستخدم من الادوات من الكيبورد عندي الكنترول والشيفت. شيفت دي لو انا هسلكت اول حاجه مع اخر حاجه يبقى انا بسلكت كل ده بالترتيب. طيب كنترول بتعمل ايه؟ بتعمل سلكت متفرج. انا دلوقتي هدوس كنترول من الكيبورد كده، انا بدوس على اللاير او بختار اللاير بشكل متفرج. تمام كده. طيب احنا عايزين نختار بعض اللاير، يبقى انا هعمل سلكت كنترول هختار اللاير دي. تمام، وهعمل لهم ايه. طيب ايه اللي بيحصل بقى كده؟ البرنامج ابتدى يعرض لي اللايرز والداتا اللي موجوده في اللايرز دي، بس بيعرضها بشكل بيديها سيمبولجي باي ديفولت كده، ما فيهوش يعني شغل كتير كده، بحيث بس ان انا عيني تقدر تميز الداتا من بعضها. اكيد لازم يعرضها بالوان مختلفه، لحين بقى لما انا اغير السيمبولجي للالوان او للشكل اللي احنا عايزينه. طيب السيمبولجي ده فايدته ايه؟ ده بيساعد في ان انا بعرض بيه البيانات بتاعتي. طيب افرض ان انا عايز اخرج الداتا دي في صوره لاي اوت، يبقى السيمبولجي ده بالنسبه لي خطوه مهمه جدا. ليه؟ لان انا بنتج الى حد ما الخريطه بحاجات ستاندرد شويه. فاعرض مثلا، ابتدي اعرض المسطحات المائيه مثلا بدرجات الازرق، ابتدي اعرض الحاجات الاوديه مثلا او السهول بالدرجات الاخضر وهكذا، ابتدي اعرض مثلا المرتفعات بدرجات البني وكده. تمام. طيب ابتدي اغير السيمبولوجي ازاي؟ السيتي مثلا دي شكلها بوينت. هو الاول بيبتدي يعمل ترتيب لللايرز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو لازم الاول، اول ما بعمل اد لللايرز بيحط اللاير اللي نوعها بوينت في الاول، ثم اللاين، ثم البوليجون. طيب ايه الهدف من الموضوع ده؟ الهدف ان نسبه التغطيه بتاعت البوليجون دي دايما بتبقى اكتر من نسبه تغطيه اللاين والبوينت. البوينت معروف ان هي عباره عن نقطه مش هتغطي غير جزء صغير بس، لكن البوليجون ده دايما لو هو بقى في المقدمه، يعني بقى هو الترتيب اللي فوق، هيخفي كل الداتا. بدليل على كده لو انا عملت سيلكت لللاير دي مثلا
وعملت لها دراج تبقى اول حاجه في الترتيب، احنا ما بقيناش شايفين كل اللايرز اللي موجوده في نفس المكان تحتها. يبقى انا باخد اللاير دي بعمل لها ترتيب حسب نسبه التغطيه بتاعتي، دايما اخلي البوليجون هما اللي تحت وبعدين اللاين فوقيها وبعدين البوينت هي اللي تبقى فوق خالص. تمام كده؟ طيب هنبتدي ناخدهم بالترتيب كده ونبتدي نعمل سيمبولجي يشابه الام اكس دي المسبق اللي احنا كنا عاملين اللي هو ده. تمام، احنا عايزين نعمل حاجة قريبة من كده. فابتدي اعمل دبل كليك على السيمبل ده في اللير بتاعت السيتي، وهختار مثلا ان هي تظهر بشكل سيركل ولونها مثلا هيكون موف والسايز بتاعها 8، وادوس انتر او اوكي، فيبتدي الداتا بتاعتي تظهر بشكل السيمبل اللي احنا اخترناه. طيب الطرق احنا عايزينها مثلا تظهر بالسيمبل ده، يبقى انا هعمل دبل كليك هنا واختار اللاير دي، هختار السيمبولجي ده وهقول اوكي. تمام، طيب البحار عايزين نختار حاجة قريبة من درجات الأزرق، فهنختار ده الأوتلاين عشان الأوتلاين بتاعه أسود، وهبتدي من هنا عندي إمكانية إن أنا أغير اللون. تمام، فاخترت درجة من درجات الأزرق وهقول أوكي. طيب البحيرات، هي البحيرات مش باينة عشان بس هي المساحات بتاعتها صغيرة، لكن لو عملنا زوم عند المكان اللي فيه البحيرات هنشوفها، هي ظاهرة باللون البيج ده. احنا هنعمل دبل كليك ونختار سيمبل مناسب للمسطحات المائية زي ده مثلا، نقول اوكي، فهتبتدي تظهر فعلا باللون ده. طيب المنخفضات نعمل دبل كليك نختار مثلا السيمبل ده ونقول اوكي. طيب نهر النيل، نهر النيل المفروض ان ده مكانه. تمام، طب هو ليه مش ظاهر؟ هو مش ظاهر عشان هو في الترتيب تحت حدود المحافظات، تحت اللاير بتاعت حدود المحافظات اللي هي دي. تمام، فلو احنا اخفينا اللاير هنبتدي نشوف نهر النيل. طب بس احنا مش عايزين نخفي اللاير، فهنعمل ايه؟ يبقى الحل ان احنا نعمل اعادة ترتيب لللايرز بتاعتنا ونخلي اللاير بتاعت نهر النيل هي اللي من فوق حدود المحافظات، فيبتدي يظهر عادي. طب لو حبينا نغير السيمبل بتاعه فليكن هنختار السيمبل ده. تمام، طيب حدود محافظات مثلا اظهرها بلون فاتح شوية وهتبقى باللون ده. طيب حدود الجمهورية هي نفس الامتداد بتاع حد المحافظة، يعني مثلا لو اخفينا كل اللير وفتحنا حد الجمهورية هنلاقيه هو بالظبط نفس الامتداد بتاع البوليجونز اللي موجودة في حدود محافظات، بس كلهم مندمجين مع بعض في اللير بتاعت حد الجمهورية. طيب لو فتحت، لو حطيت حد الجمهورية فوق يبقى أنا مش هشوف حد المحافظة، ولو نزلته هو تحت يبقى أنا مش هشوف حد الجمهورية. طيب إيه الحل؟ هنا بقى تيجي أهمية السيمبولجي، إن أنا أختار اختيارات مظبوطة عشان أعرض الداتا بتاعتي بشكل سليم. طيب ممكن أحلها إزاي الموضوع ده؟ حاجة اسمها هولو. هولو يعني إيه؟ يعني أوت بوليجون يظهر بشكل أوت لاين بس بدون لون من جوه، وأبتدي اكبر السايز بتاع الاوت لاين بتاعي مثلا يبقى كده واقول اوكي. فكده تبتدي تظهر حد اللاير بتاعت حد المحافظه واللاير بتاعت حد الجمهوريه. خلاص كده انا الى حد ما عملت سيمبولجي بشكل مبسط لللايرز دي بحيث ان هي تتعرض او يتم لها ديسبلاينج عندي على الارك ماب. طيب عايز احفظ الكلام ده كله، هحفظه ازاي؟ هعمل سيف للام اكس دي من المكان ده، وابتدي مثلا اعمل له سيف على الديسكتوب مثلا واسميه انت عايز طبعا تغير الاسم، هتبتدي تحط الاسم اللي انت عايزه وتختار من هنا الباص اللي انت هتخزن عليه الام اكس دي دوت وتعمل سيف. خلاص كده احنا كده ابتدينا نحفظ، ادي اهو بقى سماه untitled ام اكس دي. يبقى احنا كده دلوقتي معانا ام اكس دي محفوظ جاهز ومحتفظ باللاير دي وبالترتيب بتاعها ومحتفظ كمان بالسيمبولجي بتاعها. طيب لو بحيث يعني معنى كده ايه؟ ان انا لو جيت ابتدي اعمل اد لللاير دي في ارك ماب جديد
مش هتنزل بالالوان دي، هتنزل برضو بالالوان الديفولت اللي البرنامج بيفترضها عشان يعرض بيها البيانات. يبقى اذا الالوان دي وترتيب اللاير بالشكل ده اللي هيحتفظ بيها بس هو الام اكس دي. يعني لو فتحت الام اكس دي ده فقط لا غير، هو اللي هشوف بيه البيانات بالشكل ده. تمام، هي موجوده اوريدي على الداتابيز، البيانات نفسها موجوده على الداتابيز، لكن طريقه العرض بتاعتها الحاجه الوحيده اللي هتحفظها لي هي برنامج، هي برنامج الارك ماب في شكل الماب ديكومنت او الام اكس دي فقط لا غير. تمام كده، احنا ممكن نوقف شرح على الحته الصغيره دي والناس تجرب تعمل ام اكس دي بسيط زي اللي احنا عملناه كده، عشان ممكن هندخل بعد كده في حاجه جديده. ايه باشمهندس؟ باشمهندس عمر؟ باشمهندس مع حضرتك. ايه باشمهندس. طيب احنا ممكن بس نتأكد ان ان الداتا دي مع الناس اللي احنا انا فعلا ارفع هون تاني. حاضر. قوالي. اللي هي ايجيبت بيس ماب. بيز ماب. اه بالظبط، الناس بس تعمل سيف للملف المضغوط دوت وتفك الملف وتبتدي تعرض البيانات على على برنامج الارك ماب زي ما انا عملت كده. احنا بس منتظرين ثواني لحد ما الناس تشطب البرنامج وتفتح الداتا. ممكن نبدأ يا باشمهندس كمان 5 دقايق مثلا؟ احنا مع حضرتك، مع حضرتك دكتور. تمام ماشي، خلاص 5 دقايق ونبدأ نشتغل تاني. ماشي، الناس اللي نسيت لو حد تاه مني، احنا بنفتح برنامج الارك ماب اوكي من الباكج بتاعت الارك جي اس، وبعدين عملنا اد داتا
ابتدينا ننزل اللي احنا عايزين نعرضها، وبعدين اشتغلنا على السيمبولجي. هو ده بس التمرين اللي احنا هنعمله.
احنا دقيقة كتير بإذن الله ونبتدي نبدأ تاني. طيب يا جماعة يلا نبدأ تاني كده. المفروض ان احنا خلاص كده طبقنا التمرين بتاع الـ MX دي. طيب نبتدي ندخل في الدرس اللي بعده. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا عشان نعمل مشاريع الـ GIS احنا بنمر بأكتر من مرحلة. كنا ابتدينا وقلنا ان احنا اول مرحلة ان احنا مرحلة تجميع البيانات، ان احنا بنجيب مصدر البيان اللي احنا هنبتدي نرسم منه وندخل منه البيانات، وبعدين تاني مرحلة بنبتدي نعمل جيوريفرنس للصورة الفضائية او للسكان ماب. بس احنا هنعدي الخطوة دي نظرا لان اغلب المشاريع دلوقتي بتشتغل على ساتلايت ايمج، والساتلايت ايمج دايما الشركة اللي احنا بنشتغل فيها بتبقى موفرة لنا الصورة بالتعريف بتاعها. التعريف بتاعها يعني ايه؟ يعني الارجاء الجغرافي، يعني كل الصور اللي احنا الفضائية اللي احنا هنرسم عليها او السكان ماب او الخرائط اللي احنا نشتغل عليها لازم تكون ليها ارجاء جغرافي قبل ما نبتدي ننشئ الداتابيز او نبتدي نرسم او نعمل ديجيتايزنج عليها. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان احنا كل البيانات اللي احنا نتعامل معاها في بيئه الجي اي اس هي بيانات ليها لوكيشن، فما ينفعش ان انا ابتدي اعمل ديجيتايزنج غير لما يكون الداتابيس بتاعتي متعرفه او معمول لها ارجاع جغرافي، والخريطه او الصوره الفضائيه اللي انا بشتغل عليها لازم هي كمان تكون معمول لها ارجاع جغرافي. تمام، دي خطوة أساسية جدا. لكن في الأغلب في بيئة العمل يعني إن إحنا خلاص الشركة اللي إحنا نشتغل فيها هتوفر لنا الصورة الفضائية وتبقى جاية لنا متعرفة جاهزة. تمام، طيب الخطوة اللي بعدها إن أنا أبتدي أنشئ قاعدة البيانات أو الداتابيز. ليه؟ لأن كل رسم اللي أنا هعمله أو كل البيانات، طبعا كل الكلام ده إحنا قلناه المرة اللي فاتت في النظري. طيب إيه الانترفيس اللي بيبتدي ينشأ من خلاله الداتابيز او ان انا بقى اقدر اعمل من خلاله كرييت للجيو داتابيز بتاعتي؟ هو الانترفيس اللي اسمه ارك كاتالوج. تمام، يبقى انا لما احب انشئ او اعمل اي حاجه في تصميم الداتابيز يبقى انا بتعامل مع برنامج الارك كاتالوج. لما احب اعمل ديجيتايزنج او ادخال البيانات او جيو ريفرنس او ديسبلاي للبيانات او لاي اوت، كل الحاجات دي انا بتعامل فيها مع الارك ماب. تمام، يبقى احنا لما نيجي تاني لما اجي اعمل ديزاين للداتابيز كل الادوات المسؤوله عن تصميم الجيو داتابيز بتاعتنا بتتم من خلال الارك كاتالوج. طب بيجي منين الارك كاتالوج؟ الارك كاتالوج بيفتح بطريقتين، يا اما ان انا بفتحه من جوه الارك ماب زي ما احنا بنعمل دلوقتي. انا كده فتحت برنامج الارك كاتالوج، ده برنامج الارك كاتالوج بس لما بفتحه من جوه الارك ماب. تمام كده، هو الويندو الصغيره دي. ممكن برضو افتح الارك ماب بويندو تانية لوحده. تمام كده، احنا فاتحين برنامج الارك كاتالوج بس بانترفيس لوحده. خلاص، انترفيس لوحده يعني يبقى هو الانترفيس مالي الشاشة كله لوحده. تمام كده. طيب خلينا، طبعا الفرق بين الاثنين هو مفيش اي فرق تماما. اللي انت هتعمله من الارك كاتالوج وهو بانترفيس لوحده هو بالظبط نفس اللي هتعمله بالارك كاتالوج وهو مفتوح جزء من الشاشة من الارك ميل، مفيش اي اختلاف. فمش تفرق معانا خالص ان احنا نعمل تصميم للداتابيز دلوقتي من هنا او من هنا. تمام كده. طيب اول حاجه بيعملها الارك كاتالوج ان هو بيعمل براوزنج للداتا. يعني ايه براوزنج للداتا؟ يعني ببتدي مثلا احنا كده دلوقتي على الديسكتوب، ببتدي بقى افتح فولدر اسمه ايجيبت بيز ماب، هفتح منه الفولدر ده. انا كده وصلت للداتابيز، هبتدي افتحها. احنا كده اسمها بنعمل براوزنج. تمام، ده غير طبعا المهمه الاساسيه بتاعته اللي هي كريت الجيو داتابيز، ودي اللي هنتكلم عليها كمان شويه. تمام كده. طيب ايه هي محتويات الداتابيز؟ الداتابيز بتحتوي من الايكون دي اللي هي الاسطوانه اللي لونها رمادي دي، معناها ان دي الجيو داتابيز بتاعتنا. الجيو داتابيز دي الكونتينر اللي شايل الحاجات اللي احنا هنقول عليها، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بيندرج من تحتيها اللي انا عامله عليها كليك دي اللي هي اسمها ايه؟ فيتشر داتا سيت. يبقى الكبيره اللي فوق
هي اسمها ايه، جايو داتابيز، اللي الاكستنشن بتاعها ام دي بي او جي دي بي. انا عندي نوعين من داتابيز، اما ام دي بي اللي هي بيرسونال جيو داتابيز، او جي دي بي اللي هي فايل جيو داتابيز. تمام، مش هنتطرق في التفاصيل دي دلوقتي، لكن اللي يهمنا اعرف ان انا اول ما اشوف الاسطوانه الرمادي دي اعرف ان احنا كده ماسكين الجيو داتابيز. طب الجيو داتابيز دي بتحمل جواها ايه؟ بتحمل جواها حاجه اسمها فيتشر داتا سيت، اللي هي الرمز بتاعها الثلاث مربعات اللي فوق بعض دول. خلاص، طيب الفيتشر داتا سيت هي اللي شايله ايه بقى؟ هي اللي شايله اللايرز، او بنسميها جوه بيئه الارك جي اس اسمها فيتشر كلاسز. تمام، اللاير ده اللي هو المفهوم الدارج او المفهوم العام، ان احنا في الجي اس بنتعامل زي ما اتفقنا ان احنا بنتعامل مع لايرز او طبقات، بس هي اسمها جوه برنامج الارك جي اس اسمها ايه اللي يكافئ اللاير ايه؟ اسمها فيتشر كلاسز. تمام كده، يبقى تاني انا كده احنا كده ماسكين ايه؟ ماسكين جيو داتابيز، بيندرج من تحتيها حاجه اسمها فيتشر داتا سيت، بيندرج من تحت الفيتشر داتا سيت كل واحده من دول اسمها فيتشر كلاس او لاير. تمام كده، طيب وظيفتها ايه الفيتشر داتا سيت دي؟ وظيفتها ان هي بتشير الكوردينيت سيستم بتاع اللايرز اللي بيندرجوا من تحتيها. يعني ايه؟ يعني الفيتشر داتا سيت دي لو كنت انا ظبطتها ان هي هتبقى الارجاع الجغرافي بتاعها يو تي ام دبليو جي اس 84، يبقى خلاص كل اللايرز اللي موجوده جوه الفيتشر داتا سيت دي كلهم لازم يبقوا دبليو جي اس 84. تمام كده، او لو انا ظبطتها يو تي ام يبقى كل الفيتشر كلاسز اللي هيبقوا تحت الفيتشر داتا سيت دي هم كمان لازم يبقوا يو تي ام. تمام كده، يبقى الفيتشر داتا سيت دي وظيفتها ايه؟ هي اللي بتشيل الكورنيت سيستم او الارجاع الجغرافي لكل الطبقات المندرجه من تحتها. تمام كده، طيب اللي بيعمله بقى الارك كاتالوج هو بيعمل بريفيو مش ديسبلاي. بريفيو يعني ايه؟ يعني انا لو عملت سيلكت دلوقتي على اللاير دي فتحت التاب اللي اسمها بريفيو، احنا كده دلوقتي شايفين لاير البوينت، هي دي نفس الداتابيز اللي احنا كنا فاتحينها من الارك كاتالوج وعملنا لها ام اكس دي. تمام، احنا دلوقتي شايفينها من جوه الارك كاتالوج. فلو انا جيت دلوقتي عملت سيلكت على اللاير بتاعت السيتي فبقينا شايفين، عملت سيلكت على اللاير بتاعت الاوديه فبقينا شايفين الاوديه. طب لو عملت على اللاير بتاعت البحار فبقيت شايف المحتويات او الداتا اللي متخزنه في اللاير بتاعت البحار. طب البحيرات نفس الكلام. طيب حد خد باله من حاجه؟ ان كل اللاير بتظهر بنفس السيمبولوجي. يعني ايه؟ يعني اي لاير بوينت هتظهر بالشكل ده اللي هو السامبوكسه السودا دي. تمام، ادي لاير من نوع بوينت، بس لاير تانية برضو ظهرت بنفس الشكل. طيب اللاير البحار دي بوليجون فظهرت بالشكل ده، زيها زي البحيرات برضو ظهرت بنفس السيمبولوجي، زيها زي حدود محافظات، مفيش اي تغيير. اي لاير بوليجون هتظهر بالشكل ده. طبعا انا في الارك كاتالوج بعرف اعمل زوم ان وزوم اوت عادي. تمام كده، طيب اللاين، اي لاين هيظهر بالشكل ده. خلاص كده، طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان مفيش حاجه اسمها سيمبولوجي في الارك كاتالوج. احنا بنشوف، احنا كده بنعمل بريفيو، عرض سريع للبيانات اللي موجوده عندي. طب لما احب اعمل سيمبولوجي واشوف، طبعا هنا برضو بنشوف كل واحده حلم افتح اكتر من لاير مع بعض، زي ما احنا شايفين كل ما بعمل سيلكت على لاير هي اللي بتظهر والباقيين بيختفوا، بعكس الارك ماب. الارك ماب انا كل اللاير اللي انا نزلت لها او عملت لها على الارك ماب شفتهم كلهم مع بعض، اوكي، وكل والبرنامج حتى باي ديفولت عرض كل لاير فيهم بسيمبولوجي مختلف عن الثانيه. استحاله يحصل ان هو يعرض اتنين لاير بنفس السيمبولوجي، زائد كمان ان انا قدرت اتحكم في السيمبولوجي واغيره حسب ما احنا عايزين. تمام كده، كل التغيير في السيمبولوجي والترتيب بتاع اللاير وعرضهم كلهم مع بعض ده بنسميه ديسبلاي. طيب لو انا حبيت اعمل ديسبلاي للداتا يبقى انا بروح على برنامج الارك كاتالوج، الارك ماب، اوكي. الارك كاتالوج مش مهمته ان هو يعمل ديسبلاي، هو فقط بيعمل بريفيو بس، عرض سريع كده للداتا اللي عندي، لكن مهمته الاساسيه هي الديزاين او التصميم في الداتابيس. تمام كده، يبقى لما احب اعمل سيمبولجي وديسبلاي انا ما بفتحش الارك كاتالوج، انا بروح للارك ماب، هي دي مهمته. طب لو انا دلوقتي بعمل تصميم للداتابيز يبقى انا بروح للارك كاتالوج وهو بالمره بيعمل لي بريفيو سريع للبيانات او لللايرز الموجوده عندي. تمام، طيب هو دلوقتي زي ما عرض الرسم
او الجيومتري بتاع الداتا اللي في اللاير دي، احنا كمان نقدر نعرض الديسكريبشن او الاتريبيوت تيبل او البيانات الوصفيه اللي متخزنه لنفس اللاير. ازاي؟ احنا دلوقتي البريفيو بتاعنا متظبط على جيوغرافي. جيوغرافي يعني بيعمل ايه؟ يعني بيعرض الجيومتري او الرسم. طب لو حبينا نستعرض الاتريبيوت تيبل، يبقى انا بدوس في المكان ده وبختار تيبل، فيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يعمل بريفيو للاتريبيوت تيبل اللي مخزن مسبقا للاير دي. طيب الكلام ده كله اتعمل ازاي؟ احنا لسه ما عرفناش الحياة دي اتعملت ازاي. دي داتا معموله جاهزه، احنا لسه بنبتدي بس نشرح عليها، لكن احنا لسه ما اتعلمناش اصلا الحاجات دي كلها اتعملت ازاي. خلاص كده، ده كده عرض سريع لاول حاجه بيعملها الار كاتالوج. احنا لسه ما دخلناش في الديزاين بتاع الداتابيس. ممكن برضو نقف مثلا 8 دقائق كده او حاجه، بحيث الناس تبتدي تستعرض الداتا من خلال الارك كاتالوج زي ما انا عملت كده، قبل ما ندخل في ازاي احنا صممنا اصلا الداتابيس دي.
دقيقتين يا جماعة بإذن الله ونبتدي نشتغل تاني. طيب يلا يا جماعة نشتغل بقى. تاني مهمة هنشتغل بيها في الارك ماب، في الارك كاتالوج، هي ازاي نعمل كرييشن للجيو داتابيز بتاعتنا. طيب قبل ما نبدأ نعمل كرييت للجيو داتابيز لازم ابقى عارف انا بعمل ديزاين للداتابيز شكلها ايه، يعني ايه نوع المشروع بتاعي، ايه شكل البيانات اللي احنا اللي العميل عايزها، ايه شكل الساتلايت ايمج اللي انا هشتغل منها، وبناء عليه هبتدي اعرف اعمل ديزاين للداتابيز، هعرف ايه اللايرز اللي انا هشتغل بيها، ايه البيانات الوصفيه المطلوبه مني وهكذا. تمام، فخلينا نقول ان احنا هنعمل بشكل مبسط كده ديزاين للداتابيز مناسبه للرسم على الصوره الفضائيه دي. طيب ايه هي مكونات الصوره الفضائيه؟ زي ما احنا شايفين بتحتوي على شوارع. خلاص كده، يبقى احنا دلوقتي هنعمل اول لير معانا اللير بتاعت الرود. طيب نوعها ايه؟ نوعها لاين. احنا اتفقنا ان الثلاث اشكال الرئيسيه للجيومتري هما يا لاين يا بوينت يا بوليجون. تمام، فاحنا دايما بنستخدم اللاين للتمثيل في الشوارع. اوكي كده، يبقى انا كده ابتديت اقرر ان انا هيبقى معايا اول لير هتبقى اسمها رود وهتبقى نوعها لاين. طيب ايه البيانات الوصفيه اللي احنا عايزينها او محتاجينها لللاير بتاعت الرودز؟ تمام، يعني ايه الاتريبيوت تيبل بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي. طيب فلنفترض مثلا ان احنا اكيد عايزين اسماء الشوارع، يعني اهم حاجه دايما في الشوارع ان احنا لازم يبقى معانا المعلومه بتاعت اسم الشارع. خلاص، يبقى انا كده قررت ان انا هعمل فيلد او حقل اسمه النيم. اوكي، هو ده اللي هبتدي اخزن فيه البيان بتاع اسم الشارع. تمام كده. طيب انا محتاج اعرف ايه تاني عن الشارع؟ مثلا محتاج اعرف الويتس بتاعه، عرض الشارع قد ايه. يبقى انا كده قررت ان انا هيبقى معايا فيلد كمان في الاتريبيوت تيبل بتاعي اسمه ويتس، عشان اعمل فيه ايه؟ عشان اكتب فيه الرقم بتاع عرض الشارع. طيب محتاجين ايه كمان؟ محتاجين النوع بتاع الشارع، يعني هو شارع رئيسي، شارع فرعي، حارة، مدق، احنا محتاجين المعلومة دي. يبقى انا كده خلاص بناء عليه قررت ان انا يبقى معايا فيلد تاني في اللير بتاعت الرود بنقول فيه التايب بتاع الشارع. عايز مثلا اعرف السرعه المروريه قد ايه، يبقى انا معايا فيلد كمان في التيبل ده عن السرعه المروريه. تمام، طب الماتيريال بتاعت الشارع، الشارع ده مثلا اسفلتي ولا شارع ترابي
ولا ايه بالظبط؟ يبقى انا خلاص هعمل فيلد كمان في اللير بتاعت الرود عشان اكتب فيه الماتيريال بتاعت الشارع وهكذا. تمام، يبقى دي كده انا دلوقتي قررت او تخيلت كده في دماغي ايه المفروض الديزاين بتاع اللير بتاعت الرودز. تمام، طيب اللير التانية المطلوبة، احنا دلوقتي جوه مدينة، يبقى انا دلوقتي معايا لير تانية للبيلدينج او المباني. خلاص، طب البيلدينج دي همثلها بشكل ايه من الجيومتري؟ همثلها بشكل بوليجون. البوليجون ده اللي هو ايه؟ اللي هو المضلعات اللي هي بتاخد مساحة. يبقى انا لازم همثل المباني دي على شكل بوليجون عشان على الاقل اعرف المساحة بتاعته. طيب ايه البيانات الوصفية اللي انا محتاجها عن اللير بتاعت البيلدينج؟ محتاج مثلا اهم حاجة رقم المبنى. تمام كده، يبقى انا هعمل فيل في التيبل عشان احط فيه البيان بتاع رقم المبنى. محتاج اعرف مثلا عدد الادوار، يبقى انا معايا فيلد تاني هحط فيه الرقم بتاع عدد الادوار. محتاج اعرف الارتفاع، يبقى فيلد تاني هحط فيه الرقم بتاع الارتفاعات. فيلد مثلا للاستخدام، هل المبنى ده استخدامه سكني ولا تجاري ولا صناعي ولا اداري؟ يبقى انا كده معايا كمان فيلد تاني فيه النوع رديء متوسط. يبقى انا كمان معايا فيلد تاني بتكلم فيه عن حالة المبنى وهكذا. يبقى دي كده تاني لاير. طيب واحنا ماشيين برضو لقيت جوه المدينة بتاعتي خط سكة حديد. اتفقنا من المرة اللي فاتت ان انا هفصل ما بين خط السكة الحديد والرود، لا مع ان الاتنين بالنسبة لي عبارة عن طرق والاتنين لاين، بس البيانات الوصفية اللي هحتاجها في الريلوي هتختلف عن البيانات الوصفية اللي انا هحتاجها في الرودز. يبقى كده بالشكل ده لازم افصل كل واحد منهم في لير. يبقى انا كده بتكلم ان انا معايا لير تالتة اسمها الريلوي، هتبقى نوعها لاين عشان ابتدي ارسم فيها الخط بتاع السكة الحديد دوت. اوكي، طيب هتكلم في لير ايه كمان؟ المفروض يبقى معانا لير اسمها لاند مارك، اللي هي العلامات الارضيه المميزه. برضو اتفقنا من المره اللي فاتت ان دايما في المشاريع اللي هي بتبقى عباره عن تخطيط مدن لازم يبقى معايا لير اسمها لاند مارك، اللي هي فيها اللي هي زي البنوك، زي الجوامع، زي مثلا سوبر ماركت، اقسام الشرطه، كل دي بالنسبه لي علامات ارضيه مميزه. طيب بمثلها بايه؟ بمثلها بشكل بوينت بتقع فوق البيلدينج. تمام، يعني ما ينفعش الاقي فيه لاند مارك في وسط الشارع، لا، اللاند مارك دي بتبقى اوفرلاب فوق البوليجون بتاع البيلدينج. ليه؟ عشان اميز اقول ان البيلدينج ده ما عباره عن لاند مارك. طب ما خلاف اللاند مارك هو ايه؟ عباره عن اكيد عن مبنى سكني. يبقى المبنى اللي مش سكني في الغالب هيبقى عليه بوينت بتعبر عن اللاند مارك ايه نوعها وايه اسمها. خلاص، يبقى انا كده قررت ان انا معايا لير نوها بوينت هيبقى اسمها لاند مارك. الفيلدات المطلوبة فيها ايه؟ محتاجين فيها اسم اللاند مارك نفسها وفيلد تاني عن نوع اللاند مارك. تمام كده. طيب انا دلوقتي كده قعدت اتفرج على الصورة الفضائية بتاعتي. طبعا الشكل الديزاين بتاع الداتابيز ده بيبقى فيه كده اجتماعات بين الشركة وبين العميل عشان احنا طبعا نفهم من العميل ايه متطلبات المشروع بتاعته. هبتدي افهم منه هو عايز يعمل ايه وابتدي اترجم الكلام اللي هو قاله لي او الحاجات اللي هو عايزها في شكل ديزاين للداتابيز. تمام كده، وليكن ان هو ده شكل ديزاين داتابيز اللي انا اتفقت عليه مع العميل. تمام، هبتدي انفذ بقى. هنفذ فين؟ يبقى انا بفتح برنامج الارك كاتالوج. ليه؟ هو اللي بيتعمل فيه الديزاين بتاع الداتابيز. تمام كده، يبقى هبتدي اروح لبرنامج الارك كاتالوج عشان ابتدي انشئ قاعده البيانات الجديده او الجيو داتابيز بتاعتي. خلاص، هنبتدي نقفل الفولدر ده، وعلى الديسكتوب مثلا هنعمل فولدر جديد نسميه تيست. تمام كده، يبقى انا كده دلوقتي رحت على الارك كاتالوج على الديسكتوب على سبيل المثال. طبعا كل واحد يقدر ينشئ الفولدر في المكان اللي هو عايزه على الهارد بتاعه، وسمينا الفولدر بتاعنا تيست 22. تمام كده. طيب قبل ما نقع في الغلطة اللي اكيد في المعظم يعني هيقع فيها، ايه الفولدر كونكشن ده؟ احنا لما بنسطب البرنامج الارك جي اس لاول مره على الجهاز بتاعنا ما بيبقاش شايف هارد. تمام، فببتدي اعمل ايه بقى؟ ببتدي اعمل فولدر كونكشن. يعني ايه؟ يعني لو عملت كده على فولدر كونكشن دي او من الايكون ده
اللي هي اسمها connected folder. هبتدي اعمل connect مثلا، على الدرايف، سوري، على درايف الاي. تمام كده. فلما عملت كونكت على درايف الاي، ابتدى يظهر معايا جوه برنامج الارك، يظهر معايا في الارك كاتالوج. يعني الحاجه اللي انا عملت لها كونكشن جوه الارك كاتالوج اوريدي هتظهر معايا في الارك ماب، والعكس. يعني لو عملت كونكتد فولدر من جوه الارك ماب، اوريدي الحاجات اللي عملت لها كونكشن هتظهر معايا في الارك كاتالوج. تمام كده. طب لو انا مش عايز الدرايف ده يظهر معايا، هبتدي اعمل له رايت كليك وديسكونكت فولدر، او من الايكون دي. المهم هي هي، لو عملت ديسكونكت فولدر خلاص انا ما بقتش شايف الدرايف بتاع الاي. طب لو انا عملت فولدر كونكشن مثلا من جوه السي على البروجرام فايل، يبقى ما بقتش شايف من درايف السي كله غير الفولدر اللي اسمه بروجرام فايلز. تمام كده. انا كده المره دي احنا مش شايفين الدرايف بتاع السي بالكامل، احنا شايفين منه الفولدر ده بس. تمام. بغض النظر ان الفولدر ده لو جواه ملفات ينفع تتفتح على برنامج الارك جي اس، فهبتدي لو فتحت الفولدرز اللي جوه هبتدي اشوف الملفات اللي ينفع بس تتفتح باستخدام برنامج الارك جي اس. تمام. اما لو محتويات الفولدرز دي فيها ملفات تانية ما بتفتحش جوه برنامج الارك جي اس، فانا مش هشوف غير الفولدر وهفتحه الاقيه فاضي. تمام كده. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان الناس اللي هتبقى مسطبه برنامج الارك جي اس لاول مره على الجهاز بتاعها، مش هتشوف عندها الديسكتوب زي عندي. تمام. لازم تعمل ايه؟ من الاول تعمل نيكست فولدر، وتبتدي تعمل كليك على الديسكتوب لو هي طبعا عايز تعمل التمرين وتخزنه على الديسكتوب، وتعمل اوكي. فكده هيبتدي الديسكتوب يظهر عندها في الارك كاتالوج. تمام كده. دي برضو نقطة مهمة كان لازم أقولها عشان الناس اللي مسطبة أول مرة ما تقعش فيها. خلاص. طيب معلش نسيب 3 دقايق بالظبط الناس تعمل كونكتد فولدر عشان ما يتوهوش مني قبل ما نبتدي ندخل في ازاي نعمل ديزاين للداتابيس. 3 دقايق بالظبط. طيب الناس اللي بتسأل على الصورة الفضائية اللي أنا فتحتها، أنا يعني إحنا مش هنستخدمها المرة دي في الدرس بتاعنا، هنستخدمها إن شاء الله المحاضرة الجاية. قبل المحاضرة الجاية بإذن الله أنا هبعت الصورة دي للبشمهندس يبتدي ينزلها على الإيفنت، وتحملوها قبل ما نشتغل المحاضرة الجاية. تمام. فما تقلقوش إحنا مش هنحتاجها المرة دي.
طيب يلا نبتدي نشتغل تاني. خلاص كده احنا ابتدينا، وقلنا ان احنا وليكن ان انا هعمل البروجكت بتاعي على الديسكتوب، وابتديت ان انا جوه الديسكتوب عملت نيو واخترت نيو فولدر وسميته تيست 22. تمام كده. طيب على الفولدر اللي احنا انشأناه على الديسكتوب هبتدي هو كمان اعمل من عليه رايت كليك نيو. خلاص اغلب شغلنا في الكرييشن هنعمل رايت كليك ونعمل نيو كده. طيب هبتدي اعمل ايه بقى؟ هبتدي انشئ من الكبير للصغير. يعني ايه؟ يعني احنا اتفقنا ان اكبر حاجه عندنا في الارك كاتالوج هي الجيو داتابيز. الجيو داتابيز دي جواها حاجه اسمها فيتشر داتا سيت، والفيتشر داتا سيت دي جواها الفيتشر كلاسز. تمام كده. فانا وانا بنشئ او بعمل ديزاين للداتابيز ببدا من بره لجوه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هبدا الاول اعمل نيو جيو داتابيز. اوكي يبقى انا هاجي على الفولدر نيو جيو داتابيز، هيظهر قدامي اختيارين، انت عايز تعملها فايل جيو داتابيز ولا بيرسونال جيو داتابيز. هختار ان احنا نعمل بيرسونال جيو داتابيز. تمام كده. طيب هسميها ايه؟ هسميها تيست، تيست اندرسكور كايرو. خلاص ليه اندرسكور؟ لان السوفت وير عندنا ما بيقبلش سبيس، فيما عندي حاجه من الاثنين بين كل كلمه والتانيه اعمل اندرسكور، مش سلاش مش داش، لازم اندرسكور. تمام كده. هي دي الحاجه الوحيده اللي بيقبلها، يا اما الزق كل الكلام في بعضه ما اعملش سبيس يعني، بس بدايه كل كلمه اعمل مثلا الحرف بتاع كابيتال. خلاص يبقى البرنامج بتاعنا ما بيقبلش سبيس في اي شكل من الديزاين. يعني الكلام ده هيسري على وانا بعمل ديزاين للداتابيز، يعني وانا بنشئ داتابيز او بنشئ لاير او بنشئ فيتشر داتا سيت او بنشئ فيلد، كل الحاجات دي ما بتقبلش سبيس. تمام كده. طيب برضو قبل ما انسى، من الحاجات اللي احنا نحاول نتجنبها شويه في التعامل مع برنامج الارك جي اس، اتجنب في الحاجات اللي فيها ديزاين الداتابيز الفيتشر داتا سيت فيتشر كلاس لحد ما اتجنب العربي، يعني احيانا بيعمل مشاكل، فتجنب ان انا اكتب او اسمي اللاير او الداتابيز بتاعتي بالعربي. تمام. واتجنب ايه كمان؟ اتجنب الباص الطويل. يعني ايه؟ يعني ما احطش فولدر جوه فولدر جوه فولدر الاقي الباص بتاعي طويل جدا. احيانا برضو ممكن اجي استخدم الارك جي اس ان انا اعمل ران لتول مثلا، فالتول دي ما تتطبقش بسبب ان الباص طويل. فلو خدت الداتابيز بتاعتي وحطيتها على فولدر مثلا على طول على الديسكتوب او على الدرايف الاقي التول بتاعتي اشتغلت عادي. فنتجنب مع الارك جي اس الحروف اللي بالعربي، نتجنب الباص الطويل. تمام. احنا كده انشانا ايه؟ انشانا الجيو داتابيز، لسه فاضيه ما فيش تحتيها اي حاجه. طيب الخطوه اللي بعدها هعمل ايه؟ هعمل رايت كليك من عليها واختار نيو فيتشر داتا سيت. طيب الفيتشر داتا سيت دي هسميها ايه؟ هسميها مثلا كايرو. ليه؟ عشان انا هرسم على الصوره الفضائيه اللي احنا شفناه من الصوره الفضائيه ده منطقه المهندسين في القاهره، يعني حته من الزمالك وحته مهندسين. تمام. معقول نكست. طيب هنا بيسألني بقى أهم سؤال اللي من عشانه أصلا اتعملت الفيتشر داتا سيت دي، اللي هو إيه؟ إيه هو النت سيستم اللي أنت هتتعامل معاه جوه الفيتشر داتا سيت دي؟ تمام. طيب أنا كنت مسبقا الصورة الفضائية اللي أنا هرسم عليها كانت الإرجاع الجغرافي بتاعها أو الكورنيت سيستم بتاعها كان يو تي إم دبليو جي إس 84 زون 36. يبقى انا لازم طالما هرسم على الصوره دي اروح برضو اعمل نفس الارجاع الجغرافي ده او الكورنيت سيستم ده للداتابيز بتاعتي او للفيتشر داتا سيت بتاعتي. تمام. فيا اما هدخل مانوال ابتدي اختار يو تي ام زون 36 وهكذا واظبط عليه الفيتشر داتا سيت دي، يا اما عندي اختيار اسهل من كده ان انا اعمل حاجه اسمها امبورت. امبورت يعني ايه؟ يعني يعمل لي ارجاع جغرافي او كورنيت سيستم شبه اللي انا هروح اشاور عليه ده. فانا هروح اعمل امبورت. منين بقى؟ امبورت من الصوره الفضائيه. فاول ما هعمل عليها سيلكت وبعدين اد، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي لوحده يعرف ان انا الكورنيت سيستم اللي عايزه اتعامل معاه هو يو تي ام دبليو جي اس 84 زون 36 ان. تمام كده. وهدوس نيكست. هنا مش هعمل اي حاجه، نيكست نيكست فينش. خلاص كده. يبقى تاني احنا عملنا ايه في الفيتشر داتا سيت دي؟
ابتدينا ننشئها وافترضنا لها اسم كايرو، والكوردينيت سيستم اللي هنتعامل بيه في الفيتشر داتا سيت دي هو يو تي اف زون 36 ان. تمام كده، انا كده خلصت الخطوه الثانيه اللي هي ايه، اللي هي ان انا بنيت الفيتشر داتا سيت. طيب جوه الفيتشر داتا سيت دي هبتدي اعمل ايه بقى؟ هبتدي ابني اللايرز بتاعتي او الفيتشر كلاسز. تمام كده، فهعمل ايه؟ هروح اعمل رايت كليك جوه الداتا سيت واقول نيو، وابتدي هنا اختار حاجه اسمها فيتشر كلاس. احنا اتفقنا ان احنا هنبتدي على سبيل المثال، طبعا الترتيب مش يعني مش ضروري، بس احنا اتفقنا ان احنا هنبدا ننشئ اللي بتاعت الروت، وبعدين البيلدينج، وبعدين اللاند مارك. خلاص كده، طيب في النيم هحط اسم اللاير بتاعتي، فاسميها ايه؟ اكيد هسميها روت. تمام، طيب نوعها ايه؟ لاين ولا بوينت ولا بوليجون؟ مالناش دعوه باللي تحت دول دلوقتي. خلاص انا بشتغل في ايه؟ يا لاين يا بوينت يا بوليجون. واتفقنا ان اللاير بتاعت الروت دي هيبقى نوعها ايه؟ هيبقى نوعها لاين. يبقى انا هنا هختار لاين فيتشر، وانسى اعمل الخطوه دي. ليه؟ لان الديفولت بتاع البرنامج على بوليجون. بعد ما هخلص اللاير واعمل لها فينش، هكتشف ان انا انشات لاير من نوع بوليجون مش من نوع لاين. طيب ايه الحل فيها؟ ما خلاص انا طالما انشاتها وعملت فينش، تمام. طيب اللاير طالما انشئت ان هي نوعها بوليجون، يبقى انا ما ينفعش ارسم طبعا اكيد فيها لاين، هلاقي نفسي مجبر ان انا ارسم فيها شكل البوليجون بس. تمام، فاخد بالي ان انا احط اسم اللاير وابتدي اختار من هنا، ما اروحش على طول على نيكست من غير ما اختار التايب بتاع الفيتشر كلاس بتاعتي. خلاص، وساعتها احنا اخترنا ايه؟ اخترنا ان هي تبقى لاين فيتشرز، واقول نيكست. خلاص، طيب هنا بقى هبتدي انشئ الفيلز اللي احنا اتفقنا عليهم ان انا هفترضهم للروت. خلاص كده، كل خليه من دول بريكورد سوري بفيلد. خلاص، احنا هنا ما بنش... في ال... في الارك كاتالوج مش بنشوف الريكوردز خالص، ريكورد اللي هي صفوف. تمام، انا هنا ما بقت في الارك كاتالوج، انا بعمل ديزاين للتيبل. يعني ايه؟ يعني ببني الهيكل بتاع الجدول. يبقى اذا انا مش هتعامل هنا مع الريكورد خالص، انا هنا بنشئ الفيلد اسمه ايه ونوعه ايه. تمام، امال انا هشوف الريكورد امتى؟ الريكورد دي هتظهر لما اتعامل مع اللاير دي جوه الارك ماب. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا كل ما هرسم لاين هيبتدي يتخلق له ريكورد. خلاص، هنشئ اللاين من هنا، هرسم لاين يعني، فكل لاين او فيتشر هيترسم هيظهر قصاده في التيبل هيتخلق له الريكورد بتاعه. يبقى الريكورد ده بتاع اللاين ده فقط لا غير. تمام كده، الكلام ده هنعرفه لسه المره الجايه، بس انا يهمني نعرف هنا ان انا ايه، انا هنا مش بتعامل مع ريكورد. مش معنى ان الشكل هنا بالعرض ان ده ريكورد، لا، انا هنا هتعامل مع اسم الفيلد ونوع فقط لا غير، الداتا تايب بتاعته. تمام، طيب اتفقنا ان احنا هيبقى معانا اول فيلد للرود هو اسمه ايه؟ اسمه نيم. فابتدي اكتب ان الفيلد نيم اسمه نيم. طيب الداتا تايب بتاعته عندنا اكتر من تايب، يعني ايه شكل البيان اللي هيدخل في الفيلد ده؟ شورت انتجر ولونج انتجر وفلوت ودبل وتكست وديت، ملناش دعوه بالتحت دلوقتي. تمام كده، طيب ايه الانواع دي؟ شورت انتجر ولونج انتجر وفلوت ودبل بيتعاملوا مع الارقام. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اكتب فيهم حروف. البيان اللي هيدخل لو انا انشات فيلد في الاربع انواع دول، يبقى انا كده ما اقدرش اكتب جوه الفيلد ده غير رقم، ما ينفعش اكتب فيه حروف. تمام، طيب الشورت واللونج انتجر يعني انا بتعامل مع ارقام صحيحه، يعني مش هينفع اكتب العلامه العشريه. فلو الفاليو اللي انا عايزه ادخلها في الفيلد ده فيها علامه عشريه، يعني مثلا عرض الشارع قيسته لقيته 10 متر و3 من 10، طالما في كسر او طالما في علامه عشريه عايزه ادخل ما بعد العلامه، لو انا كنت انشات الداتا تايب بتاعت الفيلد ده شورت او لونج انتجر، يبقى هو مش هيقبل العلامه العشريه. تمام، هو هنا بيتعامل مع الارقام الصحيحه فقط لا غير. تمام، الشورت انتجر بيقبل لغايه 4 خانات، يعني لغايه الالفات. اللونج انتجر بيقبل لغايه 9 حانات. تمام، يبقى انا لو هتعامل مع ارقام ملايين مثلا، الفاليو اللي هدخلها في الفيلد ده مليون مثلا، يبقى انا لازم احط اخلي الداتا تايب بتاعته لونج انتجر. لو عملت شورت انتجر هاجي اكتب الخانه الخامسه مش هيقبل. تمام،
طيب امال ايه الفلوت والدبل؟ الفلوت والدبل هما المسموحين بكتابة العلامة العشرية، خلاص، بس ما هما بيسمحوا بالعلامة العشرية بس لو حطيت رقم صحيح مش هيقولي لا، خلاص كده. يبقى الأشمل منهم الفلوت والدبل، لأن هو هيتعامل مع الرقم الصحيح وهيتعامل مع الرقم العشري، مفيش أي مشكلة، خلاص. طيب التكست، التكست هو معمول عشان يتحط فيه حروف وبيقبل أرقام برضو، تمام. يبقى الأشمل منهم إيه؟ التكست، التكست بيقبل حروف وأرقام. طيب الديت، الديت يبقى أنا هتعامل مع يوم شهر سنة، تمام. لازم شكل الحاجة أو شكل الفاليو اللي هدخلها إن أنا بتعامل مع ديت فقط لا غير، تمام كده. طيب يبقى كده انا بتعامل مع اسم الشارع، اسم الشارع الداتا تايب بتاعته ايه؟ اكيد هتبقى تكست، خلاص. يبقى انا هنا كده سجلت ان انا انشأت فيلد اسمه نيم والداتا تايب بتاعته هتكون تكست. طيب الفيلد اللي بعده هقول مثلا عرض الشارع لويتس، تمام. طيب وانا بقيس عرض الشارع في الغالب الارقام اللي هتظهر معايا فيها ارقام عشرية، يبقى انا اكيد بتعامل مع ايه؟ مع فلوت او دبل، تمام. وليكن ان انا اختار ان انا هتعامل مع فلوت. طيب محتاجين نعرف ايه تاني عن الشارع؟ محتاجين نعرف التايب، تمام. طيب نوع الشارع ده ايه؟ نوع الشارع ده هيبقى تكست مؤقتا عشان احنا لسه مبتدئين، بعد كده هنعرف ان انا برنامج الارك جي اس بيسمح لي ان انا اعمل حاجه اسمها سب تايب ودومين، بس لسه طبعا مش هنتعامل معاهم خالص في المستوى اللي احنا فيه دلوقتي، بس هو المفروض الصح عشان برضو نبقى عارفين ان انا طالما انا عندي حصر مسبق بنوع البيانات اللي هيدخل، تكست دي تصلح لاسم الشارع، ليه؟ كل شارع هيبقى ليه اسم جديد اكيد بالتبعيه، تمام. فدي هعمله تكست، لكن التايب بتاع الشارع انا مثلا عندي 5 انواع للشوارع هتعامل معاهم في المنطقه بتاعتي، يبقى انا مسبقا عارف ال5 انواع اللي هتعامل معاهم، مش هتفاجئ بنوع سادس، خلاص. يبقى بدل ما اسيبها تكست واخلي اليوزر كل مره يكتب بايده النوع بتاع الشارع اذا كان برايمري او سكندري، لا ده انا هعمله زي دروب بوكس كده هيختار منه، تمام. بس طبعا احنا في وقتنا الحالي عشان احنا لسه مبتدئين مش هنتعامل مع السب تايب والدومين، فمؤقتا هنكتب التايب، هنعمل الفيلد بتاع التايب نو تكست مؤقتا فقط لا غير. تمام، ممكن نقول كمان احنا عايزين نعرف الماتيريال بتاعت الشارع. طيب الداتا تايب بتاعتها ايه؟ الداتا تايب بتاعتها تكست، تمام. وخلاص هنكتفي بهذا القدر من ان احنا خلاص دي كده الفيلدز اللي احنا عايزين نعرفها، او ده ديزاين الاتريبيوت تيبل بتاع اللير بتاعت الرول، خلاص كده. خلصنا كده هنعمل ايه؟ هنعمل فينيش. فهيبتدي ايه اللي يحصل؟ هيبتدي خلاص اللير بتاعت الروتس ابتدت تنشأ وتنزل الفيتشر داتا سيت اللي اسمها كايرو. طيب افرض مثلا ان انا كان في فيلد جديد محتاج ان انا اضيفه نسيته، يبقى انا هعمل ايه؟ ليها حل؟ اه طبعا ليها حل. هنعمل رايت كليك على اللير بروبرتيز، هندخل على التاب اللي اسمها فيلدز ونبتدي ننشئ الفيلد الجديد اللي احنا محتاجينه ونختار الداتا تايب بتاعته ونقول اوكي، تمام. وبالمثل اذا حبيت ان انا اعمل ديليت لفيلد كنت حطيته بالغلط وعايزين نشيله، هندخل بنفس الطريقة رايت كليك بروبرتيز، نبتدي نعمل سيلكت للفيلد ده ونعمل له ديليت من الكيبورد وندوس اوكي، تمام كده. لحد كده نوقف التمرين ونسيب مثلا نقول قد ايه 10 دقايق مثلا الناس تعمل ديزاين بسيط للداتابيز زي ما احنا عملنا عشان نكمل بقية اللايرز.
حاضر يا جماعة، هجاوب على الأسئلة في الآخر، تمام؟ عشان بس الناس ما تتشتتش، المفروض إن الوقت ده مسموح للتمرين، فاحنا المفروض نعمل التمرين أفيد ونسيب الأسئلة كلها في الآخر. دقيقتين كده بإذن الله ونبتدي نشتغل تاني.
إيه، تمام، يلا نبدأ. خلاص المفروض كده نكون عملنا التمرين لغاية كده الخطوات اللي أنا عملتها. بالنسبة للسؤال اللي هو بتاع الفرق بين الفلوت والدبل، زي بالظبط الفرق بين الشورت انتجر واللونج انتجر. احنا قلنا الشورت واللونج انتجر بيتعاملوا مع الأرقام الصحيحة، بس الفرق في السايز، إن اللونج انتجر بيقبل عدد أرقام أكبر. كذلك الفلوت والدبل الاتنين بيتعاملوا مع الأرقام العشرية، بس الدبل بيقبل أرقام أكتر. تمام كده؟ ده بالنسبة للسؤال بتاع الفرق بين الفلوت والدبل. خلاص؟ نكمل بقى بقية التمرين بتاعنا. احنا كده كل اللي عملناه ان احنا انشأنا جيو داتابيز، وانشأنا تحتيها الفيتشر داتا سيت، وظبطناها كورنيت سيستم بتاع على يو تي ام زون 36 ان، وابتدينا ننشئ اول لاير اللي هي الرود، وخلاص كتبنا البيانات الوصفية أو أنشأنا الجدول اللي هنحط فيه البيانات الوصفية. تمام، هنبتدي ننشئ تاني لير بقى اللي هي اللير بتاعت البيلدينج. هعمل إيه؟ هعمل رايت كليك على الفيتشر داتا سيت، خلاص، وهعمل نيو برضو، نيو فيتشر كلاس. هبتدي أديها الاسم بتاعها اللي هو إيه؟ اللي هو بيلدينج. تمام كده، التايب بتاعها ايه؟ التايب بتاعها بوليجون، احنا عايزين نمثل المباني بشكل بوليجون. تمام، ونقول نيكست. طيب ايه الفيلدات المطلوبة نعبر بيها عن البيانات الوصفية المخصصة اللي هي بتاعة البيلدينج؟ هنقول رقم المبنى مثلا، يبقى هنشئ فيلد اسمه نمبر. طيب الداتا تايب بتاعته ايه؟ الداتا تايب بتاعته هنقول ان هي انسب حاجه ليها شورت انتجر. ليه؟ لان اكيد انا مش هنشئ مش هقول رقم المبنى ما فيش رقم مبنى، في رقم 10. تمام، ودايما ارقام المباني بتبقى صغيره، يعني بتبقى لغايه الافات. اوكي، فالانسب ليها شورت انتجر. طب انا مثلا ارقام المباني في المنطقه اكتر من 4 ارقام، خلاص يبقى خليني في اللونج انتجر ان انا اعمله فلوت او دبل. تمام كده. طيب استخدام المبنى مثلا، خلاص مبنى سكني تجاري اداري. تمام، هنقول ان هو الداتا تايب بتاعته تكست. خلاص، برضو زي ما اتفقنا مؤقتا، الاصح من كده ان انا طالما هيبقى عندي حصر مسبق للفاليوز اللي هتدخل، يبقى انا بنشئها على شكل سب تايب او دومين. تمام كده. طيب ايه تاني؟ الهايت مثلا، ارتفاع المبنى. تمام، وساعتها اختار مثلا ان هو يبقى دبل، لان اكيد هحتاج ان انا يبقى معايا ارقام عشرية. خلينا نكتفي بهذا القدر عشان ما نزودش، يعني الزيادة ما لهاش معنى. احنا بس كده بنعرف ايه الفلدات اللي احنا هنبنيها وهيبقى شكلها ايه. تمام، ونقول فينش. طبعا هو هنا حس ان النمبر دي المفروض يبقى بعديها underscore، فخلاص هو هيفترض لها لوحده number underscore. تمام كده، يبقى انا كده انشأت layer كمان اسمها building ونوعها بوليجون، وانشأنا كمان الفيلدات اللي احنا عايزين نوصف بيها اللاير بتاعت البيلدينج. تمام، طيب عايزين ننشئ لاير كمان للريال واي مثلا. تمام، يبقى انا هعمل ايه؟ رايت كليك على الفيتشر داتا سيت، وهقول نيو فيتشر كلاس. اوكي، اسميها ريال واي. طيب نوعها ايه؟ نوعها لاين. نيكست. طيب هنشئ مثلا فيلد اسمه النيم عشان اكتب فيه اسم خط السكة الحديد ده، وهيبقى ان هو تكست. تمام، وهقول فينيش. طيب محتاجين لير ايه كمان معانا؟ محتاجين لير لللاند مارك. يبقى انا هروح على الفيتشر داتا سيت، وهعمل نيو فيتشر كلاس جديدة، وهسميها لاند مارك.
نوعها ايه المرة دي، اركز ان انا اخلي نوعها point feature واقول next. تمام. طب محتاجين نوصف اللير بتاعت اللاند مارك دي بايه، نقول اسم اللاند مارك نفسها والنيم. طيب نوعها ايه، نوعها تكست. تمام. محتاجين ايه كمان، محتاجين التايب بتاع اللاند مارك دي، يعني هي تجاري، صناعي، اداري، استخدام ديني. تمام. يبقى انا هنا هيبقى معايا فيلد اسمه تايب، مؤقتا برضو زي ما اتفقنا هعمله تكست. تمام. واقول فينيش. اوكي. يبقى احنا كده بشكل مبسط انشأنا اللايرز اللي احنا هنتعامل معاها جوه الارك ماب. يبقى الخطوه تاني، الخطوه اللي انا بعملها دي ان انا بعمل ديزاين للداتابيز من جوه الارك كاتالوج. ليه؟ عشان انا كده ببني قاعده البيانات اللي هستخدمها في تخزين البيانات لحين ابتداء الخطوه او المرحله اللي بعد كده، اللي هو انا هضيف اللايرز اللي انا انشاتها دي جوه برنامج الارك ماب عشان ابتدي اعمل ديجيتايزنج وابتدي اعمل ادخال للبيانات الموجوده في جوه التيبل بتاع كل لاير. تمام كده. يبقى احنا كده في الارك كاتالوج عملنا ايه، بنعمل ديزاين للجيو داتابيس فقط لا غير، اي شكل من اشكال الايديتنج او الديجيتايزنج ده ما بيحصلش جوه الارك ماب، جوه الارك كاتالوج، ده هيحصل جوه الارك ماب. تمام كده. نسيب مثلا 8 دقائق مثلا، نبتدي ننشئ فيهم بقيه الثلاثه لاير دول ونخلصهم وبعدين نبتدي نشتغل.
تمام، قدامنا 3 دقايق كده ونرجع نشتغل تاني. طيب يا جماعة، احنا المفروض كده خلصنا وقت التمرين. تمام، هنعمل بس مراجعة سريعة كده عن الجزء الخاص بديزاين الجيو داتابيس. احنا اتفقنا ان احنا انشأنا فولدر على الديسكتوب، ومن جوه الفولدر ده عملنا نيو بيرسونال جيو داتابيس وسميناها تيست كايرو. بعد ما انشأناها عملنا جواها نيو فيتشر داتا سيت، وساعتها انشانا الفيتشر داتا سيت اللي اسمها كايرو، واخترنا ان الكوردينيت سيستم بتاعها يبقى يو تي ام 36 ان. تمام، بعد ما انشاناها عملنا رايت كليك نيو واخترنا فيتشر كلاس. تمام، كررنا الموضوع ده 4 مرات، كل مره فيهم بلاير مختلفه، واخترنا اسم اللاير، واخترنا النوع بتاع اللاير، وايه الفيلز اللي احنا عايزين نوصف بيها اللاير بتاعت كل واحدة فيهم في الاتريبيوت تيبل بتاعها. تمام، ده ملخص سريع كده. احنا كده بنينا قاعدة بيانات بشكل مبسط، هتقبل ان احنا نرسم عليها على الجزء ده من الساتلايت ايمج اللي احنا عرضناه من شوية. تمام كده، احنا كده يعتبر خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة. هندي بقى الوقت الباقي للأسئلة. الأول بس نبدأ بالأسئلة الناس اللي وقعت في مشاكل وهي بتعمل التمرينات. خلاص، هنبدأ الأول بأسئلة المشاكل، الناس اللي واجهتها مشاكل وهي بتعمل التمرين عشان نجاوب على مشكلة كل واحد فيهم. بعد ما نخلص الناس دول نبتدي ندخل في الناس اللي عندها أسئلة، ما عندهاش مشاكل بس عندها أسئلة بتخص الجزئية بتاعة الديزاين بتاعة جيو داتابيز. لو خلصناهم وتبقى وقت نبتدي ناخد الأسئلة العامة بقى، كل حد عايز يسأل حاجة في الجايس عامة.
تمام كده. انا كده خلصت يا باشمهندس عمر، فاحنا ممكن نبتدي ناخد أسئلة الناس كده. اللي عنده أي سؤال يا جماعة يتفضل إن هو يعمل ريز هاند علشان نسمح له بالكلام. في أي أسئلة يا جماعة؟ اللي عايز يسأل أي سؤال ممكن يعمل ريز هاند يا جماعة، أو ممكن يبعت السؤال في الشات. في أي حد قابلته أي مشكلة أثناء العمل على البرنامج النهاردة يا جماعة؟ تمام، هي الناس بتكتب على الشات ان الشرح كويس، مش محتاجين أسئلة. تمام، ده هو فعلا يعني أكتر من حد شكر في إدارة حضرتك النهاردة للمحاضرة. الله يكرمك يا باشمهندس، التوفيق دايما للناس كلها. ربنا يخلي حضرتك. تمام، في حد بيسأل الفرق بين جي اس 10.3 وارك جي اس برو. حاضر، هجاوب على السؤال ده، بس لو في حد تاني عنده سؤال الأول في الـ database أجاوب عليه وبعدين أجاوب على السؤال ده. اي سؤال يا جماعة اللي عايز يشارك فيه ممكن يعمل ريز هاند علشان نعرف نخليه نفتح له المايك. هو هي الناس بتكتب شات يا باشمهندس، لو حضرتك فاتح الشات. انا فاتح الشات. تمام تمام هل يمكننا استخدام جي اي اس 10.2؟ تمام، مفيش اي مشكلة. احنا يعني كل فيرجن، يعني مثلا فيرجن 10 بالحاجات اللي تحتيه 10.1 10.2 3 4 5، كل دول ما بيفرقوش كتير، فعادي جدا ممكن نستخدم اي فيرجن من عيلة 10، مفيش اي مشكلة. لكن لو لسه عندنا، طبعا هو المفروض يعني محدش لسه بيستخدم 9، فلا، بس من 9 ل 10 لا، فرقت كتير، يعني فرقت شكل انترفيس جامد. فلا تمام، المفروض ان احنا بنشتغل باي حاجة من عيلة 10. باشمهندس أحمد السلام علي عليكم، الديني، مساء الخير. عليكم السلام. انا ألف مش مهندس. شكر يا باشمهندسة، والله استفدنا جدا من السيشن الجميل دي. الله يكرمك، الله يكرمك يا أنا فندم. صراحة يعني عندي سؤال، بس ما في التطبيق الآن، فكنت صابر لحد ما حد يسأل، لكن شكله ما في حد سأل، تمام فممكن أسأل الآن. تمام بالنسبة للصورة الجوية، يعني مثلا أنا لو داير أنزل صورة مثلا لأي منطقة، الطريقة اللي هنزل بها كيف؟ يعني أنا ما داير مثلا تكون هي موجودة يدوني لها في فلاش، أو تكون في الكلاود ولا في حاجة واستخدمها، لا داير أعرف الطريقة من الأرك جي أي إس كيف أنا أقدر أنزل صورة لمنطقة معينة. تمام هو يعني احنا عندنا حل من اتنين. هو اولا الصوره اللي انا عرضتها هي صوره موجوده عندي على الهارد وانا بفتحها، تمام، فدي المفروض ان الطريقه النورمال في استخدامنا للساتلايت ايمج. تمام، عندنا حل تاني، ان انا اقدر بس يبقى معايا نت، ان انا عندي طبعا كونكت بالنت بتاعي، وعندي حاجه اسمها اد بيز ماب. اوكي تمام، هو هيديني اكتر من اختيار، هل انت عايز ايمجري ولا عايز مثلا ستريت ماب ولا عايز توبوجرافيك ماب.
ايا كان، هي بتبقى صورة للعالم كله فور فري، بس لازم تبقى الاول كونكت بالنت. يعني لو اوكي انت مش كونكت بالنت هتلاقي دول ديمت كده، مش اكتف. طبعا بما اننا احنا فاتحين نت ف اوريدي مستخدمين النت فالدنيا تقيلة شوية. اوكي تمام، على ما يظهر المفروض هيظهر قدامي اكتر من اختيار، فهتبتدي تختار مثلا انت عايز تعرض الصورة اللي عندك نوعها ايميجري، وتبتدي تشتغل بيها وتعرضها زي ما احنا عارضين بالظبط الصورة الفضائية دي. طيب مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان انا لازم ابقى الاول متصل بالنت، تمام، ايوه ومع كل حركة اعملها الدنيا هتبقى تقيلة. طبعا ده بيتوقف على صورة النت عندك. انا الان ظهرت معي كم صوره؟ ظهرت معي اه ايميجري ويز ليبلز، ستريت، توبوغرافي، ناشونال جيوغرافيك، كثير من الصور ظهرت معي. اوكي، لو انت حضرتك عايز تظهر صورة زي اللي انا عاملاها دي، يبقى حضرتك هتنزل ايميجري اللي هو اول ايميجري، اختيار، تمام، اوكي وهتنزل معاك بس تبقى. وطبعا تقدر تعمل زوم على المكان اللي انت عايز تشتغل فيه وتشتغل تعمل ديجيتايزنج عادي جدا زي ما انا هتعامل مع الصورة دي. بس مشكلتها ان مهما كان صورة النت عندك، برضو انت دلوقتي مكونكت على النت، فكل حركة بتعملها هو بيروح يعمل كأنه بيعمل داونلود للصورة يعني ظاهريا. فده دي ما بتبقى طيب اللوكيشن احدده كيف؟ يعني بيختاره هو اوتوماتيك من حسب الحتة لا اللي انا لا، عامله فيها؟ هو المفروض بينزل لك الصورة للعالم كله وانت بتعمل زوم على المنطقة اللي انت عايزها. اوكي تمام، تمام. الا لو انت يعني عندك داتا مسبقه، يعني مثلا لو انا كنت هنا ضايفه الداتا مثلا بتاعت الروت بتاعتنا بتاعت مصر وعامله زوم على منطقه معينه، هو هينزل على نفس الزوم اللي انا واقفه عليه. تمام، اوكي واضح واضح ده اول جدا حل. تمام. ده اول حل. الحل التاني ان احنا في برامج معينه كده ممكن تعمل عليها سيرش على النت، بتعمل داونلود للصور الفضائيه. يعني في برامج معينه، يعني لو حضرتك بعت لنا مثلا رساله هبقى اقول لك على اخطر من مصر. تمام، اوكي بس طبعا انت بتحاول تعمل داونلود. يعني انت بتختار بالاول، بتحدد الاريا اللي انت عايز تعمل لها داونلود، وكل ما كبرت الاريا دي كل ما كان هتحتاج وقت اطول وسايز اكتر للصوره اللي هتنزل. تمام، اوكي تمام ايه واضح ده حل، ده حل واضح تاني. اوكي، واضح. مشكورة يا باشمهندس، شكرا جزيلا، العفو شكرا. على ايه يا فندم، العفو على ايه. طيب معلش انا قفلت الشات. تمام، السؤال بس بتاع الفرق بين ارك جي اس 10.3 وارك برو، هو بس الارك برو ده اصدار الاحدث اصدار لبرنامج الارك جي اس. يعني خلاص برنامج الارك جي اس العادي اخر اصدار نزل ليه كان 10.8، وبعد كده شركة ازري ابتدت تنتج البرنامج تحت اسم جديد اسمه ارك جي اس برو. فالارك جي اس برو ده الاصدار الحديث لبرنامج الارك جي اس العادي، بس اختلف طبعا شكل الانترفيس جامد جدا عن يعني الشكل بتاع الانترفيس ده اللي احنا متعودين عليه. طبعا الكونسبت ما اتغيرش اكيد، بس شكل الانترفيس اختلف عنه عن برنامج الارك جي اس برو، بس هو ده الفرق. في تمام، سؤال بيقول واحنا لسه استخدمنا البيرسونال ام دي بي. تمام. هو احنا عندنا نوعين من قواعد البيانات، بيرسونال جي داتابيز وفايل جي داتابيز. الكرييشن فيهم التولز اللي فيها ما بتختلفش اطلاقا سواء استخدمت ده او ده، لكن الفرق بينهم بيبقى فرق في السايز. يعني مثلا البيرسونال جي داتابيز دي حجمها لغاية 2 جيجا، لكن الفايل جي داتابيز دي انليميت. يعني لو انا المشروع اللي انا هشتغل عليه بيجي السايز بتاعته كبيره، يعني حجم المشروع والداتا اللي انا هستخدمها كتيره، فالافضل ان انا استخدم فايل جي داتابيز. كمان لو انا عايز بعد كده ارفع الداتا بي اعملها ابلود، الداتابيز بتاعتي دي اعملها ابلود على السيرفر، فالمفروض ان هي يكون نوعها فايل جي داتابيز. البيرسونال جي داتابيز مش هينفع ترفع على السيرفر. في فرق في الاكستنشن، البيرسونال جي داتابيز الاكستنشن بتاعها ام دي بي، لكن الفايل جي داتابيز الاكستنشن بتاعها جي دي بي. تمام، ده كده الفرق بالنسبه للشكل. ليه بقى انا اخترت بيرسونال جي داتابيز؟ لان احنا طبعا بنعمل سامبل حاجه بسيطه كده، اكيد مش محتاجين سايز كبير، مش هنرفعها كده على السيرفر. طبعا لو كنت عملت فايل جي برضه ما كانتش هتفرق يعني، بس انا اقصد ان احنا مش محتاجين حاجه السايز بتاعها كبير ولا هنرفعها على السيرفر، فالاختيار الأفضل في الحالة دي هو الـ Personal G Database. سؤال تاني بيقول هو ليه عملنا الطريق كخط رغم انه له عرض كبير
مش عملناه بوليجون. تمام. هو المفروض المتعارف عليه ان احنا بنعمل الروتس لاين، لان في الاخر انا الهدف بتاعي الكونسبت المفروض طبعا ان انا الرود ده بيبقى عباره عن نتورك، مفيش حاجه اسمها نتورك للبوليجون. البوليجون ده بيتعمل عشان المساحات. طيب طبعا احنا بعد كده احنا طبعا واحنا بنعمل ديزاين للداتابيز بتاعتنا بنبقى باصين على المرحله اللي بعد انتاج البيانات، وهي مرحله الاناليسز. فانا المفروض ان انا لو هعمل اناليسز للرود ده انا هعمل عليه حاجه اسمها نتورك اناليسز، اللي هو ان انا عايز اخد التراكات من الرود ده، والتراكات مش بتمشي على البوليجون، التراكات بتعمل المسارات، يعني ان انا عايز اروح من النقطه دي للنقطه دي، هي لازم المسار بيمشي على لاين مش على بوليجون. فما ينفعش ان انا لو هدخل في مرحله الاناليسز ان انا اعملها بشكل لاين. طيب في بعض المشاريع بتبقى محتاجه العرض بتاع الطريق، لا خلاص انا اقيس العرض بتاع الطريق، يعني المساحه وهو نازل اوريدي هو بينزل عشان يجيب لي اسم الطريق وبيجيب لي حاله الطريق والماتيريال وكل حاجه، فبالمره هطلب منه العرض بتاع الطريق وهدخله كرقم، مش هدخل يعني مش هعمل بوليجون عشان اقيس بيه، لا انا هدخله كرقم. تمام. تمام. تقريبا في سؤال بس مشكلة، هو مش الأفضل. تقريبا في سؤال بيقول هو مش الأفضل إن احنا نستخدم فايل جيو داتابيز عن البيرسونال، لأن الداتا بتظهر على الجهاز مش مشفرة. انا مش فاهمه يعني ايه بتظهر على الجهاز مش مشفره، بس يعني انا قلت الفروقات اللي ما بين البيرسونال والفايل، ان احنا انا هستخدم فايل امتى؟ لو انا هرفع على السيرفر او لو الداتا اللي انا هشتغل فيها حجمها كبير. تمام. طبعا لما الداتا بتبقى على السيرفر بتسمح يعني بتبقى مالتي يوزر، يعني اكتر من يوزر يقدروا يدخلوا على نفس الداتا بيز يعملوا اديتنج فيها، لكن البيرسونال جي داتا بيز هي من اسمها بيرسونال، يعني بتفتح ليوزر واحد فقط لا غير، هو بس اللي يشتغل عليها. تمام. دي الفروقات اللي من عشانها عندنا النوعين دول، لكن انا بصراحه مش عارفه يعني ايه بتظهر مشفره دي. تقريبا هل ممكن استخدام ارك برنامج ارك ماب 10.2.2؟ انا رديت على السؤال ده، وساعتها قلنا ان احنا اي حاجه من عيله اركتين تنفع، لا ما فيش بينهم فروقات يعني جوهريه، كلها حاجات لا شغاله عادي، مش تفرق معانا رقم الفيرجن. في سؤال بيقول ممكن أعرف الفرق ما بين الـ geographic and projected coordinate system؟ طيب هو يعني الإجابة على السؤال ده يعني محتاجة لها محاضرة كاملة، بس خلينا نقول ان انا في الجيوغرافيك انا بتعامل مع يعني باختصار بس كده عشان إجابة السؤال ده فعلا طويلة. انا في الجيوغرافيك كوردينيت سيستم اللي هو نظام الاحداثيات الجغرافي، انا عندي نوعين من انظمه الاحداثيات، نظام احداثيات جغرافي او جيوغرافيك كوردينيت سيستم، وعندي حاجه تانية بروجكتد كوردينيت سيستم او نظام احداثيات مسقط او بنسميه احيانا ماب بروجكشن. باختصار الفرق بين الاثنين ان انا في الجيوغرافيك بتعامل مع سطح كروي، يبقى القراءات بتاعه الاحداثيات هتجيلي على شكل ديجري مينيت سكند او على شكل ديسمال ديجري. تمام. لكن القرايات اللي بتجيلي من نظام الاحداثيات المسقط بتجيلي على شكل اكس وواي، يعني رقم علامة شوية رقم تاني، ده شكل القرايات. لكن طبعا في يعني شرح يطول، بس يعني خلينا نقول ان اجابة السؤال ده محتاجة محاضرة، فيعني ده كده اجابة السؤال بشكل سريع يعني. في أسئلة تانية يا باشمهندس؟ وفي سؤال مش فاهم الكتابة، هو تقريبا هو هل في ربط أو هل بين
طريقة النقل تقريبا ما بين، مش عارف بقى، يا هو يا الارك جي سيرفر اي اس 3 يا دي. اما السيرفر 3 دي. هو بيقول ممكن تشرحي لاحقا النقل من الارك جايز للسيرفر 3. يعني هو انا مش تخصصي سيفل يعني 3 دي، بس بس يعني احنا لسه اصلا قدامنا في الارك جايز ده الدنيا لسه طويله جدا، احنا لسه بنبتدي في ثاني محاضره يعني. بس انا شخصيا صراحه مش تخصصي سيفل 3 دي، فانا كده كده ما يعني انا ما بعرفش اشتغل عليه على السيفل 3 دي، انا بتاعت ارك جايز بس. تمام، باشمهندس إبراهيم نبيل، ممكن حضرتك تتفضل؟ السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم عليكم السلام السلام. ورحمة حضرتك كنت متابع بسؤال باشمهندس احمد، اللي هو ازاي مثلا تنزل اد داتابيز من على ارك باب. فانا نزلت فمش عارف احفظها ازاي على الجهاز عشان مثلا استخدمها في الشغل اللي بعد كده يعني. لا، هي دي، انت طالما نزلت باستخدام اد بيز ماب ده فانت بتعرض الصوره فقط لا غير، يعني ما تقدرش تعمل لها سيف. ماشي. انت لا مش تقدر تعمل لها سيف، انت بتكونكت عليها بس عشان تستخدمها، لكن ان هي تتحفظ على الهارد لا مش هينفع. تمام. كان عندي سؤال برضه يا باشمهندس. اتفضل. هو انا حاليا لسه ان شاء الله رايح سنه ثالثه اداب جغرافيا، ان شاء الله ممكن اتخصص شبه نظم، تمام. فكنت لسه مبتدئ في المجال برضه، فاتبعت دكتور جمعه داوود وحاتم طارق وقرات اكتر من كذا ملف بي دي اف للمجال ده، تمام. وطلعت خريطه بشكل ممتاز جدا يعني، وحتى خدت فيها راي ناس كتير فقالوا كويس. فازاي مثلا اقدر اطور من نفسي اكتر واكتر؟ وبرده تبع شرح حضرتك متابع كان دكتور احمد فاروق على ما اعتقد، تمام. طيب فانا لسه ممتاز. سالت في حاجات مثلا ممكن اطورها حاجه زي كده يعني، يعني تساعدني في سوق العمل قدام، او حاجات مثلا سيستم امشي عليه. تمام. هو انت طالما حضرتك بتقول ان انت يعني مشيت على مراحل لغايه ما تنتج خريطه، فيعني في دي مرحله حلوه جدا، خصوصا ان انت يعني لسه طالب. فانت بقى لو عايز تطور نفسك في الخطوات اللي بعد كده ممكن تبتدي تدخل في الاناليسز. احنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا تطبيقات كتيره قوي، انواع اناليسز كتيره قوي في الارك جي اس، ممكن تمسكهم واحد واحد تشتغل عليهم. ممكن تبتدي تفكر في الارك جي اس اونلاين، ممكن تبتدي تدخل في تراك الداتابيز. لو ليك في البرمجة تقدر تدخل في البرمجة، بس يعني خلي البرمجة آخر اختيار، لأن انت كده كده مؤهلك مش هيخليك ان انت تشتغل كمبرمج جايس. يعني هو في الآخر مبرمج الجايس هيبقى الناس يعني الشركات الأفضل بتختار مثلا خريج حد أصلا يكون مؤهل مبرمج، يعني بتوع حاسبات معلومات وكده. تمام. يعني انا مش عايز تمام. تضيع وقت في سكه البرمجه، يعني الاختيارات التانية افضل منها، بس ما فيش مانع طبعا لو انت حابب انك تزود نفسك، لكن انا اقصد ان مؤهلك مش هيخليك انك تشتغل كمبرمج جي اي اس. تمام، شكرا جدا لحضرتك، شكرا جزيلا. لا لا عفوا. السؤال بس، هو المحاضرات دي هترفع ان شاء الله على قناة حضرتك على اليوتيوب ولا ايه بالظبط؟ عشان مثلا في محاضرة واحدة، اول محاضرة مش هفتح احضرها لسبب معين يعني، فمش عارف، فان شاء الله ممكن ادعي على اليوتيوب وامشي اول باول يعني. بإذن احنا في كل محاضرة ان شاء الله احنا بنسجل، ويعني كده كده الشمهندس هيرفع عنده على الجروب، وانا يعني هحفظها برضو عندي وارفع على اليوتيوب، على قناة اليوتيوب بتاعتي. تمام، شكرا جدا للمهندس، و شكرا. العفو. الفيديو اللي فات على فكرة، المحاضرة اللي فاتت انا رفعها يوتيوب، والشمهندس برضو منزلها عنده على الجروب يعني. تمام، شكرا، ربنا يبارك في حضرتك. نعرف على ايه. في سؤال بيقول أنا كلية تربية قسم جغرافيا وبحب المجال ده، هل هو مقتصر على آداب بس؟ تمام. هو لا، هو الجايس داخل في تخصصات كتيرة جدا، هو لا غنى عنه لطالب آداب قسم جغرافيا، يعني ده روح القسم جغرافيا الحقيقة، لكن ده ما يمنعش ان في تخصصات تانية كتيرة قوي بتشتغل في الجايس، واصبح برضو حاجة جوهرية بالنسبة لها. كل اقسام كليات هندسة بيتعاملوا بالجايس، الناس بتوع حاسبات ومعلومات بيشتغلوا بالجايس، الناس بتوع علوم جيولوجيا كل ده بيشتغلوا بالجي اس، الناس بتوع كليات تخطيط عمراني، الناس مثلا يعني هو اي حد ليه علاقه بلوكيشن او شغله بيتعامل مع لوكيشن لا يقدر يستخدم جي اس عادي. هو مش مقتصر خالص على اداب جغرافيا بس.
في سؤال بيقول لو لا قدر الله ما تخصصتش في نظم، هل ده ممكن يأثر لو دخلت شعبة تخصص عام مش تخصص جي اي اس او تخصص جي اي اس؟ تمام، هو واضح ان السؤال ده من حد طالب في قسم جغرافيا. هو طبعا كلية آداب قسم جغرافيا فيها شعبتين، شعبة عامة وشعبة جي اي اس، او في احيانا كل يعني جامعات تانية بيبقى فيها اسمها شعبة خرائط ومساحة. عامة هو ال كون ان انت خريج شعبة عامة او خريج شعبة جي اي اس، هو الفيصل في الاخر يعني اي شركة بتطلب ناس بتعمل تيست، اللي بيعدي من التست ده هو اللي بيتقبل. فانا كصاحب شركه مش هيفرق معايا انت خريج اداب جغرافيا شعبه عامه ولا شعبه خرائط ولا شعبه جي اي اس، انا كده كده انت بتتقدم بتقول ان انت بتعرف تشتغل على الارك جي اي اس. طبعا ما فيش شركات بتقبل حد زي يعني سوق العمل دلوقتي مليان ناس كتير بتعرف جي اي اس، فمش مطروح ان في شركه تاخد مثلا حد حديث التخرج يتعلم جوه الشركه عشان يشتغل. هو الاوبشن ده ما بقاش مطروح. الكلام ده لو كنا احنا سوق العمل ما فيهوش ناس كتيره، فتضطر الشركات ان هي تعلم ناس وتقبلهم، لكن دلوقتي السوق مليان. فاحنا كده كده اي شركه الفيصل بالنسبه لي ان انا اعمل لك تيست عديت من الاختبار دوت، خلاص انا هقبلك ساعتها، انا مش هبص خالص لموضوع المؤهل. فاللي هو الناس اللي شعبة عامة ما تزعلش خالص، هي بس تحاول ان هي تذاكر جايس على قد ما تقدر، تاخد كورسات، يعني تشوف اي وسيلة من وسائل التعليم وتظبط نفسها. اهم حاجة ان هي تعدي من الاختبار اللي هتعمله اي شركة ليها. في سؤال بيقول هل أنا لو كملت جي اي اس ويب ديفلوبر فالناس هتدور على شهادتي برضو، ولا أنا فاهم المجال أو لا؟ والسؤال يعني هو بص، انا الشركات بتفضل حاسمات. يعني هو انا يعني انا كشركه، هو اللي بيشتغل مبرمج جي اي اس ده هو اصلا بيبقى مبرمج، تمام، وبعد كده بيبتدي يتعلم ازاي يبرمج في بيئه الجي اي اس. لكن انا مثلا انا ما درستش برمجه، فانا لسه هتعلم برمجه من اول وجديد عشان اوصل ازاي برمج في الجي اي اس. طب ما انا يعني انا كشركه، طب ما ناخد المبرمج جاهز المؤهله اصلا برمجه، يعني هو سابق اي حد غير مبرمج ان هو دارس 4 سنين كاملين برمجه، فهيبقى سهل بالنسبه له ان هو يعرف يبرمج جوه بيئه الجي اي اس، تمام. يعني هو اي حد مبرمج هيعرف يبرمج جوه بيئه الجي اي اس، لكن بتاع الجي اي اس السبيشاليست اكيد بالطبيعه لو هو مش دارس برمجه مش هيعرف يبرمج. بس هو ده يعني معنى الرد بتاعي. طيب في سؤال بيقول هل في الكورس هناخد برمجه في الجي اي اس؟ لا طبعا، احنا يعني احنا مش هنلاحق اصلا على ان احنا بندرس البيزكس بتاعت الارك جي اي اس، طبعا اكيد مش هندخل في برمجه الجي اي اس خالص. في سؤال حديث التخرج ممكن يشتغل فين بحيث انه ياخد خبرة، او اي ايه الاماكن اللي ممكن تقبل حديث تخرج؟ ما هو اماكن كتيره ممكن تقبل اي حد حديث التخرج، بشرط ان هو يكون بيعرف يشتغل رئيس، هو ده الشرط. انا في الشركه دلوقتي هتقبل حد ما بيعرفش يشتغل جي اس واول مره يشوف البرنامج، زي ما اتفقت ان سوق العمل مليان ناس دلوقتي بيعرفوا جي اس. انا كشركه ايه اللي يخليني اروح اخد واحد ولسه اعلمه؟ طب ما انا اروح اخد الجاهز، تمام. فما بيفرقش خالص موضوع ان حديث تخرج او مش حديث تخرج، الفيصل بالنسبه لي انت بتعرف تشتغل ولا لا. في سؤال بيقول هي ايه البرامج اللي بننزل منها الصور؟ انت ممكن تعمل معلش سيرش على النت، لان انا يعني هو في حاجه اسمها ستيتش ماب. يعني بص، هو في برامج كتيره، في برنامج، طب خليني ابعت لكم اسمه عشان هو اسمه صعب الحقيقه. هو يعني تمام، انا هبعت كده اسم البرنامج على الشات. مش مهندس، انا عايزه ابعت المسج دي، مش مسموح لي ان ابعت مسج. هو انا بحاول ابعت اسم البرنامج لكن مش بتبعت. اسمح لحضرتك بس في الشات for everyone.
هو مش بيتبعت. المفروض انه بيتبعت، ما فيش اي حاجة، الشات لسه مفتوح للجميع دلوقتي. عارف انا بحاول يعني ابعته مش بيتباع. طب عامه يعني انا هجهز لكم اسمه، يعني انا هو قدامي بس انا مش عارفه ليه الشات مش راضي يبعته. يعني عامه طيب هبعت لكم جربي الاسم كده، المره الجايه. جربي كده دلوقتي. لا طب خلاص مش مشكله، انا يعني هبعته لكم المره الجايه. تمام. كده عدينا الساعة 10:10. في أسئلة تانية؟ هو في حاجة مكتوبة تقريبا، دي ناس مش عارف تقترح برامج حاجة طيب بص، اسمها. أنا في حد بيقول لي أعمله لكم على، هكتبه لكم طيب على على وورد. ملف وأعمل له شير. هو المحاضرات دايما يا جماعة غالبا بتبقى يوم الاثنين نفس الميعاد. في معانا الملف اللي هو جوجل كالندر يير، ده رابط ممكن حضرتك تتابع بيه جميع المحاضرات بتاعت بيم اريبيا، بيبقى موجود فيها برضو اللي هو رابط الدخول للزوم. المحاضرات مسجلة وبتنزل على قناة البشمهندسة وبتنزل على قناة بيم اريبيا. شرط تمام. الحصول على الشهادة ان حضرتك بتحضر 3 محاضرات من الـ4. لا يعني النهارده يا ريت ان الناس اللي بتقول ان في مشكله في رابط الحضور، انا سجل معايا دلوقتي 66 واحد، فاكيد يعني ال 66 ما سجلوش من رابط الحضور ما بيفتحش، فحضرتك حاول تسجل لان النهارده اخر فرصه، يعني اخر فرصه اللي لسه بيحضر من اول مره علشان الشهاده هتصدر بعديها. فرابط الحضور انا بنزله. جميع اللينكات والروابط يا جماعة بيظهر لك في الرسالة بتاعت اللي هو تم تسجيل الحضور، بيظهر لك رابط بتاع جوجل درايف، هو رابط مختصر عليه كل اللينكات اللي احنا بنتكلم فيها. على الدرايف هتلاقي المحتوى اللي هو المحتوى العام، وهتلاقي فيه الملف اللي احنا بنستعمل الخرائط اللي جواه، وبالإضافة اللي هو ملف بي دي اف فيه الروابط كاملة، وأي روابط هتزيد هتتحط في أول بأول، وأي أي داتا نعرف نوفرها هتتحط برضو في الدرايف ده، فتقدر تتابع عليه. في جميع الداتا الخاصة بالكورس لينكات، والداتا اللي بنستعملها أثناء المحاضرة، بالإضافة طبعا للينك تنزيل البرنامج موجود برضو. فنحاول إن احنا نحتفظ بالرابط ده معانا علشان هتستعمله دايما يعني. تمام. انا كده ده اسم البرنامج اللي الناس سألت عليه اللي بيحمل صور فضائية. تمام. أظن كده تقريبا في أي سؤال كده يا جماعة؟ تمام. البرنامج ده يا جماعة بس ردا على الناس اللي سألتني بخصوص ان احنا عايزين نحمل صور فضائية، لكن هو ده يعني احنا مش هنحتاجه في الكورس بتاعنا اطلاقا. ده ردا بس على سؤال احد الزملاء، لكن احنا يعني اللي مش عايز يحمله ما يحملوش، احنا مش هنستخدمه اصلا في الكورس بتاعنا ده خالص. تمام كده. في بس حد سريعا بيسأل، وده يعني اخر سؤال كده، بيقول في مشكلة بين لوكيشن الصورة والداتا بتاعت البيز ماب اللي احنا رفعناها. طيب هو بس انت دقق في الاختيار، البيز ماب دي الاكستند بتاعها مصر كلها. تمام. اللوكيشن الصورة ده جزء من حي في القاهرة، فاكيد لو عملت زوم على الصورة هتلاقيها ان هي جزء صغير جدا واقع على اللوكيشن بتاع الداتا بتاعت مصر. تمام. خلي بالك من النقطة دي، الاتنين مش هينطبقوا على بعض. الصورة الفضائية هتقع في حتة صغيرة جدا من البيز ماب. تمام كده. خد بالك بس من النقطة دي. افتكر كده يا باشمهندس كده غطينا كل الأسئلة. هو نقفل بيقول المحاضرة بس على كده.
في سؤال بيقول الارك ماب بيغير نظام الاحداثيات في الاسفل على اليمين. هو انت بتختار العرض بتاع الداتا، يعني طريقة العرض. يعني انا هنا مختارين ان هو بالمتر، تمام، في المكان ده. المفروض كده الشاشة باينة ولا ايه؟ لا هو اللي ظهر قدامي هو انا كده الارك ماب ظهر، تمام ايوه تمام. تمام كده. طيب احنا كده عاملين الديسبلاي بتاعنا يطارد بالمتر. طب لو انا مثلا عايز اعرضه ديجري مينيت سكند، يبقى انا هروح على الداتا فريم كده، رايت كليك بروبرتيز، تمام. من الديسبلاي بتاعي بدل ما هو على متر هخليه مثلا ديجري مينيت سكند، تمام. فاصبح طريقة العرض بتاعي بيجيب لي الاحداثيات بشكل ديجري مينيت سكند. بس كده احنا اللي بنتحكم فيها بس من خلال الارك ماب، تمام كده. غطينا كل الاسئله يا كده باشمهندس، تمام يا باشمهندسة، حضرتك ممكن تمام. تقدري تتفضلي. نقدر نقفل شكرا على المحاضرة، محاضرة تمام. النهاردة، على ايه، توفيق للناس كلها، مع ألف شكر، السلامة. ألف سلامة. لو في أي حد يا جماعة لسه ما سجلش حضور، يا ريت يسجل دلوقتي. رابط الحضور التأكيد في الحضور يا جماعة، إن حضرتك بتظهر لك الرسالة اللي بيقول لك لقد تم تسجيل حضورك اليوم بنجاح، وبتلاقي فيها لينكات كتير. ده التسجيل كده أنت تمام. ممكن حضرتك لو جربت إنك تتك على الرابط التاني هتلاقيه بيقول لك لقد تم تسجيل ردك مسبقا، فده معناتها إن أنت حضرتك سجلت الحضور. يا ريت يا جماعة ما حدش يخرج من القاعة قبل ما يكون سجل في رابط الحضور النهاردة علشان تقدر تكمل، لأنك لو فاتك تسجيل في 3 محاضرات الشهادة مش هتصدر. والتعامل مع الشهادات يا جماعة بيتم إلكتروني. في ناس بتزعل لأن بعد ما أنا بخلص المحاضرة بقفل الزوم، بقفل معاه الفورم، وبعد كده ما بقدرش أصدر لأي حد أي شهادة بدون ما يكون حضر. دي قواعد الأكاديمية يا جماعة، لأن إحنا عندنا الموضوع بيتم إلكتروني عشان ما يبقاش في أي تدخل بشري.
هل كل الناس اللي موجودة داخل القاعة حاليا سجلوا حضور؟ لو في أي حد عنده أي مشكلة يعرفني، يكتب في الشات أو يعمل ريز هاند. باشمهندس سلام أحمد ممكن تفضل؟ حضرتك لو عندك مشكلة خاصة بتسجيل الحضور ممكن تفضل تفتح المايك. ايوه يا جماعه، اللي بيظهر له رساله لقد قمت بالرد مسبقا بيبقى كده تمام، تسجيل تم. المحاضره بتنزل على يوتيوب خلال يوم او يومين بالكتير، ورابط اليوتيوب موجود على قناه بيم اريبيا، وممكن حضرتك تاخد مني لينك قائمه التشغيل. اللينك اللي هنزله لحضرتك دلوقتي هو لينك قائمة التشغيل، ده القائمة اللي بينزل عليها كل مرة هتنزل عليها المحاضرة، قائمة التشغيل الأخيرة. لينك الحضور. يعطيك العافية باشمهندس، الله يمسيك بالخير. اتفضل يا باشمهندس. أيوه مهندسنا، أنا اللي طلبت الروابط اللي بتكون موجودة بعد تسجيل الرد بالحضور، هي نفس الروابط اللي نزلتها في الشات مظبوط؟ مظبوط يا فندم. الله يعطيك العافية، شكرا شكرا لك. عفوا. الروابط دي برضو هتلاقيها موجودة في على الدرايف في ملف بي دي اف احدثه كل شوية، هتلاقي ممكن النهاردة هضيف برضو اغلب الروابط اللي نزلت النهاردة هضيفها فيه برضو. يا ريت اللي لسه ما سجلش حضور يعرفني، علشان لو قفلت القاعة الفايل في جوجل درايف هيقفل التسجيل فورا بمجرد غلق القاعة. فاللي عنده أي مشكلة أو لسه ما سجلش يعرفني إنه لسه بيسجل. التسجيل في رابط حضور بيبقى موجود داخل الشات.
يا ريت اللي لسه ما سجلش حضور يعرفني. بعد ما تخلص تسجيل الحضور تبعت لي تعرفني هنا ان انت سجلت حضور. اللي سجل حضور يا جماعة يقدر يخرج عادي، تمام، بس يا ريت لو حد لسه مسجلش حضور يا ريت يكمل في القاعة هنا وما يخرجش قبل ما يطمن ان هو سجل حضوره. تسجيل الحضور لو عايز تتأكد انه حصل اضغط على الرابط التاني هيقول لك لقد تم تسجيل ردك، لو ده حصل يبقى تسجيل الحضور تم. طالما ظهر لك لقد تم تسجيل ردك من قبل يبقى تمام، يبقى كده حضرتك سجلت حضور. حضرتك ممكن تتكي على الرابط تاني، لو اتكيت عليه ضغطت على الرابط هيظهر لك لقد تم تسجيل حضورك من قبل. لو تم تسجيل حضورك من قبل يبقى حضرتك سجلت معانا النهارده. تمام كده يا فندم، يبقى حضرتك سجلت النهارده. عفوا يا فندم. تمام يا فندم. يا ريت هنقفل القاعة، هل في أي حد لسه مسجلش حضوره؟ ممكن يكتب في الشات أو يعمل ريز هاند علشان أعرف إن هو لسه مسجلش. ايوه يا فندم، في محاضرات جايه، انت كده سجلت في محاضره لازم تحضر المحاضرتين الجايين، هيكونوا يوم الاثنين برضو علشان الشهاده تصدر. عفوا يا فندم. لو حضرتك اتكيت على ضغط على الرابط هتلاحظ حضرتك ان الاجابه على السؤال بيقول لك لقد تم تسجيل رد، وانا اساسا كنت سايب لك تحت في الفورم الزرار، لو كنت حضرتك فعلته كان هيبعت لك نسخه من ردك في الايميل، لان انا عملت لك الاثنين، عملت لك رساله تاكيد وعملت لك لو انت اللي عاوز ابعت لك نسخه من ردك على الايميل بيبعت لك. الشهادات هتكون في آخر يوم، اللي حضر 3 محاضرات من الأربعة هو بس اللي هيصدر له شهادة، عشان كده ده أنا مأكد على تسجيل الحضور النهاردة. النهاردة كانت تاني محاضرة، يعني فاضل محاضرتين وإصدار الشهادات بياخد حوالي مدة خلال أسبوع. هحاول لو ما اتبعتتش عن طريق الإيميل هنزلها على الدرايف، فلينك الدرايف مهم. المحاضرات السابقة، أيوة يا فندم، المحاضرات السابقة مسجلة وبتنزل على قناة بيم إيريبيا، ورابط قائمة التشغيل هو ده، هنزله لحضرتك فورا. المحاضرات بتكون كل يوم اتنين في نفس الميعاد يا فندم، ممكن حضرتك تتابع من لستة الروابط اللي موجودة على الدرايف
اللي بعتها لحضرتك. هتلاقي عليها المتابعة. ممكن حضرتك تشترك في قناة التليجرام، بنبعت فيها كل توقيتات المحاضرات. لو في أي حد لسه ما سجلش حضور يعرفني يا جماعة. فاضل 5 دقايق وأقفل الفورم. رابط قناة التليجرام في الروابط اللي أنا لسه باعتها دلوقتي. في حاجة مكتوب عليها محاضرات على تقويم جوجل، فوقيها بالظبط لينكد إن، فوقيها جروب على فيسبوك. هتلاقي أول رابط بعد كلمة قناة البشمهندسة فوزية مكتوب عليه رابط بيمي ريبي على تليجرام. ما سجلش حضور يا جماعة، ده رابط الحضور. عارف الناس تسجل بسرعة علشان فاضل 4 دقايق وهيقفل. اتفضل يا فندم، ادي رابط الحضور. محاضرات يوم الاثنين في نفس الميعاد يا فندم. لينكات الزوم ممكن حضرتك لو حفظت الدرايف، لينك الدرايف هتلاقي عليه جوه ملف موجود في لينكات الزوم، ممكن تتابع من خلال جوجل درايف او بتشترك في قناة بيمي ريبي على تليجرام، وهي كده كده بتبعت بعناوين المحاضرات كل مرة، او بتتابعنا على فيسبوك بينزل معاه كل يوم. بننزل على الفيسبوك لو حضرتك متابع، بننزل كل محاضرة. كده فاضل 3 دقايق وهقفل الفورم. عفوا يا فندم. نزلت الرابط حتى اللي موجود في الويتنج روم عشان ما يقوليش ان انا ما عرفتش اسجل حضور. بنزله لك هنا داخل قاعة الزوم، بنزله في الويتنج روم أول ما بينزل، بحيث حتى اللي ما عندوش نت هيلاقيها أول رسالة في وشه. دقيقتين وقفل القاعة يا جماعة. كده تمام، مفيش أي حد مستني. شكرا يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.